بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة بإذن الله، وهيكون ضيوفنا النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا كابتن حمادة أنور والناقد الرياضي محمد عراقي، وهنعرف معهم كواليس وأخبار كتيرة جدا النهاردة إن شاء الله في حلقتنا. نبدأ حلقتنا النهاردة أول حاجة طبعا بكرة بطولة كاس مصر، الدور قبل النهائي، مباراة الأهلي وإنبي، ويعني البطولة دي بنكملها من الموسم اللي فات، وعندنا ماتشين في الدور قبل النهائي، الأهلي أمام إنبي بكرة، وإن شاء الله في شهر 11 الشهر الجاي الزمالك هيواجه بيراميدز. المباراة مهمة جدا، الأهلي عايز يحافظ على لقبه اللي كان خده طبعا في الموسم اللي فات، هو حامل اللقب النادي الأهلي، وإنبي عايز يكسب عشان يوصل نهائي كاس مصر ويشارك في بطولة كاس السوبر المصري. يعني البطولة أو المباراة بكرة مهمة جدا للفرقتين. إنبي قبل كده على فكرة حقق لقب كاس مصر مرتين، مرة سنة 2005 ومرة 2011، وعنده هدف كبير بكرة رغم إن الماتش صعب طبعا، وبيلاعب الأهلي أقوى فريق حاليا في مصر. ويعني نادي إنبي كابتن تامر مصطفى السنة دي ما عملش تدعيمات، إن كان القيد موقوف قبل انتهاء فترة القيد، ولكن عنده هدف إن هو عايز يكسب بكرة ويعمل نتيجة كويسة، ان هو عايز يوصل نهائي كاس مصر، وكمان عايز يلعب في بطوله السوبر المصري زي ما قلت لكم، ان لو إنبي كسب بكره هيشارك في بطوله السوبر المصري اللي هتقام في الامارات في شهر 12 ان شاء الله، الاهلي وبيراميدز وسيراميكا بطل كاس الرابطه، وهنشوف بقى لو إنبي وصل الى نهائي كاس مصر. الاهلي عايز يحافظ على لقبه، ان الاهلي عنده 38 لقب في بطوله الكاس، هو اكتر نادي في مصر حقق القاب او فاز ببطوله كاس مصر، 38 لقب، يليه نادي الزمالك 28 لقب، نادي إنبي لقبين. يعني الاربع فرق اللي وصلوا للدور قبل النهائي لكاس مصر منهم ثلاث فرق حققوا الكاس قبل كده، الاهلي زي ما قلت لكم 38 مره، الزمالك 28 مره، إنبي مرتين سنه 2005 و2011، وبيراميدز هو الوحيد اللي موجود في الدور قبل النهائي اللي ما حققش قبل كده لقب كاس مصر. وزي ما قلنا احنا لسه بيراميدز يعني بيسعى السنه دي لتحقيق لقبه الاول، لان بيراميدز حتى الان ما حققش اي القاب بالنسبه لكاس مصر. طبعا نادي إنبي بيستعد بقوه للمباراه، وايضا النادي الاهلي، النادي الاهلي معظم المصابين اللي كانوا موجودين عندهم اصابات في النادي الاهلي خفوا، مستعدين لماتش بكره. رضا سليم اللاعب المغربي جاهز وشارك في التدريبات الجماعيه، رامي ربيعه عنده برضو يعني مش هيلعب بكره في المباراه، عنده اصابه كده يعني زي خراج كده في رجله، فبشكل كبير مش هيلعب، والاهلي عنده مشكله في خط الظهر شويه، ان عنده محمود متولي كمان لسه الاصابه بيعمل التدريبات التاهيليه، فبكره ممكن نشوف محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم في قلب الدفاع، وعلي معلول طبعا حاجز مكانه ناحيه الشمال، وناحيه اليمين محمد هاني، حارس المرمى محمد الشناوي، وفي نص الملعب اكيد يعني في بقى اكتر من اختيار دلوقتي، المستر كولر، في مروان عطيه، وفي اليو ديانج، عمرو السوليه برضو لسه بيعمل التدريبات التاهيليه وخلاص، يعني ان شاء الله خلال فتره قريبه يكون موجود في الملعب مع النادي الاهلي. هنلاقي قفشه اللي عمل ماتش كويس جدا المباراه اللي فاتت مع سان جورج واحرز هدفين، زي ما كان كولر صرح واتفق مع اللعيبه انه هيبقى في اللعيبه اللي هيأدي بشكل كويس هيلاقي نفسه موجود في الماتشات بشكل اساسي. إمام عاشور المتألق الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي في 3-4 ماتشات اللي لعبهم حتى الآن مع الأهلي من أحسن اللعيبة في الملعب. عندك كمان حسين الشحات، وفي بيرسي تاو، وفي رضا سليم، وفي أنتوني موديست، وفي كهربا، يعني في عدد كبير من اللعيبة الجاهزة لتمثيل النادي الأهلي بكرة. طبعا بيبقى في حيرة لكولر، يلعب بمين؟ يلعب حسين الشحات وبيرسي تاو، ولا يلعب كهربا، ولا يلعب مودست، ولا يلعب رضا سليم؟ ما هو لازم هيبقى في حد من الناس دي هتقعد، يعني كهربا او مودست في خط الهجوم، حسين الشحات وبيرسي تاو، او حسين الشحات ورضا سليم، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. لكن في وفره عدديه وفي جاهزيه للعبة النادي الاهلي. طبعا الاهلي حتى الان يعني بندور نشوف قائمه الفريق بكره في ماتش إنبي، مش موجوده، النادي الاهلي ما نزلش القايمه الفريق او اللي دخلوا اللعيبه اللي دخلت المعسكر النهارده. نادي إنبي برضه بيستعد بشكل يعني قوي جدا في المباراه زي ما قلت لكم، وكابتن تامر مصطفى رغم انه عارف ان الموضوع مش سهل ان هو بيلعب قدام النادي الاهلي وفرقه قويه، لكن عنده طموح وعنده امل وعايز يوصل
لنهائي كاس مصر. انتوا عارفين دايما الكاس بيبقى فيه مفاجآت، لكن احنا وصلنا لمرحله مهمه في كاس مصر وهي الدور قبل النهائي. خليني اقول لكم بعض الاخبار كده على النادي الاهلي بعيدا بقى على عن المباراه. بكره مباراه الاهلي وامبي تم تعديلها، تعديل الموعد يعني، كانت المفروض هتتلعب الساعه 7، تم تعديل الموعد. مباراه الاهلي وامبي بكره الساعه 9 مش 7، يعني تم تغيير موعد المباراه من 7 الى 9، يعني بدايه مباراه الاهلي وامبي بكره ان شاء الله الساعه 9. في بعض اللعيبه برضو لسه مصابه في الاهلي. خالد عبد الفتاح كان عامل عمليه جراحيه عشان كان اتعور، جاله كسر في عظمه الترقوه في الكتف، فلسه برضو بيعمل التدريبات التاهيليه ومش عايزين يستعجلوا عليه في النادي الاهلي. دي صور من تدريبات النهارده في النادي الاهلي. كولر قعد النهارده مع اكرم توفيق وحفزه وقال له يلا بقى شد حيلك، انت رجعت خلاص من الاصابه، شد حيلك، ويعني بيحفزه على الفتره القادمه، وقال له انت خلاص يعني قربت جدا من المشاركه. مش هيلعب ماتش بكره اكرم، لكن خلاص يعني الحمد لله عمل التدريبات التاهيليه والعلاجيه بعد الاصابه واصبح جاهز ليه، يعني خلال فتره قصيره هيكون موجود في الملعب مع النادي الاهلي في الماتشات بقى وفي التدريبات الجماعيه. يعني هو بيشارك في التدريبات الجماعيه دلوقتي، لكن يعني قدامه مرحله صغيره جدا ويبدا يشارك في الماتشات الرسميه مع النادي الاهلي. ده بالنسبه للاهلي وامبي بكره زي ما قلت لكم مباراه مهمه جدا جدا في كاس مصر. عندنا معلش هنزيع، انا كل يوم ازيع لكم جدول مواعيد ماتشات الدوري، من الدوري الجوله الثالثه هتبدا يوم الخميس القادم بعد بكره. خلينا نشوف كده المواجهات، مواجهات قويه جدا في جدول الدوري او الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتاز، وماتشات هتتلعب الجوله الثالثه على مدار 4 ايام، خميس جمعه سبت حد، ماتشات الجوله الثالثه من بطوله الدوري. بعدين هيبقى في توقف في الدوري عشان في اجنده دوليه، عندنا ماتشين لمنتخب مصر ان شاء الله يوم 12 مع زامبيا في الامارات في ملعب العين هزاع بن زايد، ويوم 16 اكتوبر ايضا عندنا مباراه ثانيه وديه قويه بالنسبه لمنتخب مصر مع منتخب الجزائر. فعندنا الاربع ايام اللي جايين دول، عندنا بكره ماتش الاهلي وامبي في الكاس، وبعدين عندنا ماتشات في الدوري. خلينا نشوف كده مع بعض مواعيد ماتشات الدوري لو موجوده مع زملائي في الاخراج. طيب هنجهزها ونجيبها. طيب خلينا قبل ما نتكلم بقى في الاخبار والماتشات التانية والدوري والكلام ده، خلينا ناخد مشوار امبي ومشوار الاهلي في كاس مصر. يعني الفرقتين دول وصلوا دور قبل النهائي ازاي؟ انتوا عارفين فرق الدوري الممتاز بتبدا تشارك في بطوله كاس مصر من دور ال 32. فالاهلي كسب 3 ماتشات عشان يوصل للدور قبل النهائي، ونفس القصه بالنسبه لنادي امبي. خلينا نشوف مشوار الفريقين كده، وصعد نادي امبي الى الدور قبل النهائي. نشوف بقى بكره الاهلي وامبي هيعملوا ايه مع بعض، عشان طبعا زي ما قلت لكم مباراه مهمه جدا للطرفين. الاهلي طبعا عايز يحافظ على لقبه ويكسب الكاس، انه كان او يوصل النهائي يعني عشان يكسب الكاس، والسنه اللي فاتت كان هو حامل لقب نادي امبي. لو كسب بكره هيوصل لنهائي كاس مصر ويلعب كاس السوبر بصفته يعني اول او تاني كاس مصر. فخلينا نشوف ماتش مهم جدا جدا جدا. نروح بقى لاخبار الزمالك، وخليني اقول لكم شويه حاجات كده في الزمالك حصلت النهارده وحاجات مهمه. الزمالك ادى تدريبه النهارده في الصباح، الزمالك بيتمرن الصبح دايما، وقبل التمرين النهارده كان في جلسه كده، ومحمود علاء يعني اعتذر للجهاز الفني واعتذر لكابتن مدحت عبد الهادي في حضور الكابتن عبد الواحد السيد والجهاز الفني كله، ويعني ادى تدريباته بشكل طبيعي محمود علاء، والمشكله انتهت الحمد لله اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت. دي لقطات من تدريب الزمالك النهارده، وزي ما قلت لكم محمود علاء اعتذر قبل التدريب، كان في يعني موقف كده حصل الاسبوع اللي فات ما بينه كابتن مدحت عبد الهادي، واعتذر محمود علاء، واعتقد ان الجهاز الفني قابل الاعتذار. وشارك محمود علاء النهارده في تدريبات
نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بيستعد لمباراة البنك الأهلي، نادي البنك الأهلي يوم السبت القادم، مباراة قوية في بطولة الدوري المصري. طبعا معنويات عالية في نادي الزمالك بعد الفوز بمباراة أرتا سولار في الجيبوتي والصعود لدور ال 16 في الكونفدرالية. السوري النهاردة يعني بيجهز شيكابالا تدريبات خاصة كده في الجيم. طبعا انتوا عارفين شيكابالا عمل مجهود كبير جدا في المباراة اللي فاتت مع أرتا سولار، كل اللعيبة بصراحة اجتهدت المباراة اللي فاتت وأدوا يعني مباراة مميزة جدا خصوصا في الشوط الثاني. فبيعمل بعض التدريبات الخاصة كده والعلاجية برضو، إن شيكابالا عنده تقل في العضلة الخلفية. اللاعب ما شاركش في التدريبات الجماعية النهاردة بس بيعمل ريكفري بعد ماتش أرتا سولار، وبيشتغل شوية استريتشات وشوية يعني تدليك وشوية تقويات كده خفيفة عشان يجهز للمباراة القادمة. النهاردة كمان كان في جلسة ما بين كابتن عبد الواحد السيد مدير الكورة في نادي الزمالك مع أحمد فتوح ووكيله أحمد يحيى عشان التجديد، واتفقوا إن شاء الله أحمد فتوح خلال الفترة القادمة هيجدد في نادي الزمالك. وأحمد فتوح حتى خلال الجلسة نفى تماما إن هو موقع لأي نادي، يعني كابتن عبد الواحد السيد قال له أنت وقعت يا فتوح في حتة، وقعت في الأهلي، وقعت في نادي تاني، قال له يا كابتن عبد الواحد أنا ما وقعتش في حتة، أنا تحت أمركم وأنا بحب نادي الزمالك وأنا ابن نادي الزمالك وعايز اكمل في نادي الزمالك. بس طبعا يعني كان في جلسه مفاوضات كده في الـ في الـ في الجلسه، يعني في مفاوضات ما بين الطرفين. احمد فتوح قال له انا عايز اخد مستحقاتي القديمه وعايز اتساوى ابقى لعيب من ضمن لعيبي الفئه الاولى في نادي الزمالك، يعني اخد عقدي يبقى عقدي من ضمن لعيبه الفئه الاولى في نادي الزمالك، وده يستاهل بصراحه. يعني بيني وبينكم احمد فتوح من احسن لعيبه في مصر، فطلبات احمد فتوح وهو الراجل يعني ابدى ان هو قال رغبته في البقاء في الزمالك وقال لك ده ناديه. كانت جلسه حلوه يعني، ان انا عرفت النهارده كانت جلسه حلوه من احمد فتوح مع كابتن عبد الواحد السيد ووكيل احمد فتوح احمد يحيى، والراجل قال لهم انا عايز اكمل في نادي الزمالك وعايز كذا وعايز كذا وانا ما عنديش مشكله خالص، بس عايز اخد مستحقاتي بتاعت السنه اللي فاتت او مستحقاتي المتاخره، وعايز اتحط انا لعيب منتخب مصر دلوقتي ولعيب يعني الحمد لله لعيب مميز، فعايز اتحط من ضمن لعيبه الفئه الاولى. والكابتن عبد الواحد السيد وعده ان هو هيتكلم مع المسؤولين طبعا في نادي الزمالك وهيخلص له القصه. وبيني وبينكم برضو يعني انا قلت الكلام ده قبل كده، اولا احمد فتوح يستاهل، ثانيا يعني لما نيجي نبص كده في مصر كلها وندور على لعيب ظهير ايسر بمواصفات احمد فتوح مع احترامي للجميع مش هنلاقي، وده اللي مخلي النادي الاهلي ان هو يعني بيجري، هقول بقى اللفظ ده يعني الناس ما تزعلش مني، بيجري ورا احمد فتوح وبيحاول يضغط على احمد فتوح عشان احمد فتوح يوقع في النادي الاهلي، ان هو احمد فتوح احسن لعيب في مكانه في مصر ككوره وكحرفنه وكيعني كل حاجه. فانتوا عارفين كمان نادي الزمالك عنده انتخابات، واللي انا عايز اقوله لكم ان خلال الفتره اللي فاتت مجموعه من رجال الاعمال المحبين لنادي الزمالك بيعملوا ثلاث حاجات. بيحاولوا يجمعوا فلوس عشان الزمالك في شهر يناير القادم يدفع فلوس القيد ويفك القيد، ويجمعوا فلوس عشان زيزو وعشان احمد فتوح وعشان يدوا اللعيبه مستحقاتها المتاخره. اللعيبه خدت 50% قبل ما يسافروا جيبوتي، كانوا خدوا اجزاء من مستحقاتهم المتاخره، لكن في ملفين هما اللي يعني مخلين إدارة الزمالك أو محبين أو هقول إيه في بعض المرشحين كمان في انتخابات الزمالك القادمة بيتواصلوا مع اللعيبة وبيساعدوا مع الإدارة بدون ذكر أسماء. يعني الملفين المهمين زيزو وفتوح، دول من القوام الأساسي لفريق نادي الزمالك، فعايزين يحافظوا عليهم، فعشان كده بيحاولوا يجمعوا فلوس ويحاولوا يخلصوا مستحقات فتوح، مستحقات زيزو، التجديد لفتوح والحاجات دي كلها، ومستحقات طبعا اللعيبه المتاخره، ودفع فلوس في الطايره اتحاد الفولي. ويعني برضو لازم اقول كل واحد حقه بصراحه، يعني مع احترامي انا مش بعمل دعايه لحد، بس بقول ان الناس يعني واحد زي الاستاذ هاني العتال دفع فلوس، قال لك بدل ما هدفع فلوس في الدعايه الانتخابيه لا انا اخد الفلوس دي واحطها في لخدمه نادي الزمالك،
دفع فلوس للاتحاد الفولي، اتدفعت فلوس لاتحاد كره اليد. استاذ ممدوح عباس ويعني محبين نادي الزمالك جمعوا فلوسه وبيدفعوا. فالامور بتتحل، وان شاء الله الزمالك يركب التراك الصح، يسير في التراك الصح خلال الفتره القادمه، يبقى في مجلس منتخب، يبقى في اداره مستقره، في تخطيط للفتره القادمه ازاي الزمالك يقدر يخرج من الازمات دي. الزمالك خلي بالكم عنده ازمات جامده جدا، ازمات ماليه، ان عنده دخل في مشاكل ماليه كبيره، لعيبه مقدمه شكاوي في الاتحاد الدولي بملايين الدولارات، وعشان كده القيد موقوف في نادي الزمالك، ولسه مشكله خالد بوطيب. يعني المجلس اللي هيجي ده عنده يعني مهمه كبيره ومهمه صعبه مش سهله، بس لازم يكون عندهم الحلول من دلوقتي. ادام انت قبلت ترشيحك وعايز تترشح وتكون مسؤول في نادي الزمالك، لازم تبقى عندك تخطيط وعندك حلول ازاي هتخرج من الازمات دي، وازاي تمشي النادي في التراك الصح، وازاي النادي يكون مستقر، وازاي يبقى فيه استراتيجيه، ويبقى فيه. سمعت برضو يعني اكتر من حديث للكابتن حسين لبيب عن كلامه عن الفتره القادمه، النواحي الانشائيه، فرع النادي في 6 اكتوبر هنا الجديد، ان المرحله الاولى في البنى والانشاء 18 شهر. يعني في تخطيط، فنتمنى للجميع التوفيق. احنا مش بنعمل دعايه لحد، احنا بس انا بقول ان في بعض ابناء النادي المرشحين في الانتخابات عندهم فكر وعندهم حلول وعندهم فلوس، وخلي بالكم الفلوس مش بتحل كل حاجه. الفلوس دي لو ما اتحطتش في الحته الصح وتم استثمارها وتوجيهها بشكل مظبوط، ولا اكن ليها اي معنى. انا ممكن يكون معايا فلوس كتير بس بصرفها غلط، او مش عارف اصرفها، او بعمل مشاكل في النادي تخلي عليا غرامات وديون بدون ما اقدر، يعني حتى لو معايا فلوس كتير مش قادر ادفعها. ان ده اللي حصل في نادي الزمالك خلال الفترات اللي فاتت، ان كان فيه بنفتعل مشاكل او بيفتعلوا مشاكل مع لاعبين، وبيفسخوا عقود لعيبه بشكل غير قانوني، اللعيبه بتروح تشتكي، بتكسب بقضيه، تكسب فلوس كتير من نادي الزمالك بالدولارات. يعني في حاجات انا عايز اقولها مش قادر اقولها دلوقتي، مش مجالها يعني دلوقتي، لكن نادي الزمالك ان شاء الله يخرج من القصه دي يعني بشكل كويس خلال الفتره القادمه. واهم حاجه طبعا الانتخابات، ان شاء الله الانتخابات تتم بشكل محترم وبشكل راقي يليق بنادي الزمالك، ويبقى في مجلس قوي يدير نادي الزمالك. انا عايز برضه اتكلم في نقطه، معلش، عشان انا يعني بشوفها في كل مره يعني في انتخابات نادي الزمالك. انا مش عايز ادي في الانتخابات ادي صوتي لواحد صاحبي، انا عايز ادي صوتي للمسؤول او العضو مجلس اداره او رئيس نادي او نائب رئيس او امين صندوق اللي هيقدر يعمل حاجه فعلا. مش عايزين ناخدها بعواطف يا جماعه، مش عايزين ناخدها بالعواطف، يعني عشان ده صاحبي فانا هروح اجامله بقى واديله صوتي، وهو الراجل مش هيقدر يعمل حاجه، او في ناس جربناها قبل كده واشتغلت وكانت موجوده وما عملتش حاجه، بالعكس ده كانت الموضوع اسوا. انا اشوف الناس اللي عندها قدرات اداريه، عندها قدرات ماليه، عندها فكر، هتستفيد ازاي بالفلوس اللي موجوده. في بعض رجال الاعمال المرشحين، في مجموعه مرشحه، في كذا، في قايمه، في لازم افكر كعضو نادي الزمالك. انا عايز النادي بتاعي يخرج من الازمات دي، هروح بقى ادي، ما ممكن يكون صاحبي اللي انا بديله ده كويس، ما انا مش بقول ان انت لو واحد صاحبك ما تديلوش، لا، لو الشخص اللي هو صاحبك ده انت عايز تديله صوتك، بس يكون مؤهل عشان يبقى يقدر يطلع نادي الزمالك من خلال مجموعته، من خلال قايمته، من خلال زملائه، من خلاله هو نفسه عنده فكر. عايزين نشتغلها المره دي يعني بالعقل. نادي الزمالك مش مستحمل ان احنا نجيب بقى ناس ما تقدرش تعمل حاجه، او ناس جربناها وما عملتش حاجه، لا، عايزين ناس تشتغل محترمه، بتشتغل لمصلحه نادي الزمالك مش لمصلحتها الشخصيه، بفكر، بتخطيط، بحلول، باستراتيجيه الفتره الجايه، بفلوس، لازم يبقى معايا فلوس واستثمرها بشكل كويس، واعرف اصرفها ازاي وحل المشاكل ازاي، عشان نادي الزمالك يرجع تاني قوي. نادي الزمالك زي ما قلت قبل كده ودايما بقول الكلام ده، معلش انا طولت شويه في الحته دي، ان ده نادي، يعني مهما برضو احنا هنا محايدين وبنتكلم، بس انا بتكلم بقى في ايه،
ان احنا نرجع نادي الزمالك مره اخرى. لازم المره دي الزمالك مش مستحمل اي حاجه غلط. الزمالك اللي حصل له ده الفتره اللي فاتت مفيش نادي في مصر او في العالم يستحمل المشاكل دي كلها. لكن بتلاقي الزمالك رغم الازمات دي، شوف الجمهور الماتش اللي فات وشوف اللعيبه وشوف الناس وروح لعيبه نادي الزمالك، مش في الكوره بس، في حاجات كتير تانية، واقف على رجله حتى ومفيش فلوس ومفيش كذا وديون ومفيش مجلس موجود مستقر، لكن النادي دي فيه ناس بتحبه، فيه محبين بالملايين، فيه عشاق، فبيقدر يقف على رجله بتاريخه، بتاريخه وبحب الناس ليه. فنتمنى الفتره الجايه تكون، بصوا يا جماعه منظر واحد، كل ما يشوف المنظر ده في ماتش يعني كل الناس كلها اتكلمت الفتره اللي فاتت وانا كنت اولهم يعني بعد الماتش مباشره، قلت الزمالك كسب بجماهيره. يعني الزمالك خسران 2-0 في جيبوتي وخسران في استاد القاهره 1-0 في الشوط الاول، اي حد هيرمي الفوطه واي جمهور تاني هيقلب على فرقته، لكن جمهور الزمالك فضل خسران 1-0 ولازم يجيب 4 اهداف عشان يصعد، فضل يشجع ما قلبش بقى على اللعيبه وفضل يؤازر ويساند اللعيبه. في 45 دقيقه الزمالك قدر يحرز 4 اهداف ويعمل المستحيل ويصعد، رغم ان هو لما نيجي نفكر في الموضوع كده من بره الزمالك معلش يعني بيلاعب ارتا سولار، يعني فرقه مش جامده يعني، لكن الظروف اللي اتحط فيها الزمالك وصلنا ان الزمالك خسران 2-0 هناك و1-0 هنا، لا الجمهور ده عظيم. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تكون مميزه باذن الله لنادي الزمالك، والانتخابات تتم بشكل محترم وبشكل راقي وتبقى الامور ماشيه بشكل كويس داخل نادي الزمالك. طيب برضو عايز اقول لكم حاجه على الزمالك كده قبل ما ننتقل لموضوع تاني. امبارح كنت بكلمكم انا وقلت لكم الخناقه الفتره الجايه في الانتقالات هتبقى على عمر كمال عبد الواحد. الاهلي عايزه وبيراميدز عايزه، الزمالك كمان عايز عمر كمال عبد الواحد، وفي اتصالات تمت مع عمر كمال عبد الواحد من جانب نادي الزمالك عشان الزمالك عايز عمر كمال عبد الواحد برضه، فهتبقى في خناقه على عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير القادم. احمد سليمان متحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي. استاذ احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ مبروك الماتش اللي فات وكان حاجه حلوه قوي بالنسبه للنادي الاسماعيلي بصراحه، اداء راقي والمنظر في الملعب والجماهير وعملتوا ماتش حلو قوي يعني. الحمد لله طبعا، وال يعني انا عايز اقول الفضل الاول يعني يرجع للاعب الاول عندنا في النادي جمهور الاسماعيلي العظيم. طبعا انا يعني طبعًا بقدم له كل الشكر والتقدير على مؤازرته للفريق وعلى دوره التاريخي في دعم النادي الاسماعيلي. وكابتن ايهاب جلال يعني كمان عامل شغل كويس. كابتن ايهاب جلال والجهاز الفني طبعا، كابتن جلال غني عن التعريف يعني، ويمكن يعني من نجوم التدريب العظام في مصر يعني. بالظبط، بنجدد شكرنا ليه ولجهازه الفني. ان شاء الله تكملوا على كده ويبقى من كل مباراه المستوى الافضل لافضل ان شاء الله. طيب انا عايز اطمن على النادي الاسماعيلي برضه، يعني النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت فيه هدوء بعد انتخابات وبعد بقى في مجلس مستقر برئاسه المهندس نصر ابو الحسن، ولكن برضه موضوع القيد ما حصلش فيه حاجه. هل يعني عايز اعرف تفكيركم ايه، الديون الماليه، الشكاوي في الفيفا، الحاجات دي يعني بتفكروا ازاي يا استاذ احمد؟ شوف يا كابتن كريم، يعني من باب المصداقيه في العرض، مشكله القيد دي يعني مش مشكله بسيطه، دي انا بعتبرها ازمه كبيره. طبعا طبعا المجلس الحالي اللي تولى المسؤوليه في اقل من شهر هو مش سبب فيها، ولكن انطلاقا من مبدا تحمل المسؤوليه. ايوه، الاداره الحاليه ملتزمه بمنتهى الصدق والامانه بتصحيح المسار. الاداره الحاليه ملتزمه ان هي تسعى لتقديم حلول، وحلول جذريه مش مسكنات زي المجالس السابقه. ايوه، عشان كده يعني العمل بيتم على مدار الساعه. احنا تعاطينا مع ملف القيد على مسارين، المسار القانوني وده يعني بيستلزم برضه توفير اعتمادات ماليه، ومسار التفاوض، والتفاوض بيتم على مدار الساعه. يمكن اخر حاجه في الموضوع، كل يوم بنواجه جديد في الموضوع، يعني كل يوم بيظهر جديد، قضيه جديده اخرها قضيه الجزائري محمد بن خماسه والاوفاري جان موريل. ايوه، يمكن المحامي السويسري الكسندر روبونينو ده محامي على مستوى عالي جدا، بيدرس دلوقتي تقديم استئناف رسمي امام المحكمه الرياضيه. تمام، خلال المتعلق في الحكم المتعلق بالاثنين، لان لسه فتره الاستئناف يعني 45 يوم قدامنا ان شاء الله. طب معلش ممكن يعني تسمح لي تقول لي ان الاسماعيلي مطالب بفلوس قد ايه عشان يعني يفك القيد؟ الرسمي
من اللي هي الارقام دي برضو في التفاوض مش ارقام نهائيه. ايوه بس الرسمي عندنا نور الزمان التموري 650 الف دولار، لونجو 135 الف دولار، جريدو 80 الف دولار، عبد الله كلوبالي 90 الف دولار، وطبعا هنستأنف في محمد بن خماسه والايفاري جامبوري ان شاء الله. ده الفلوس اللي انت حضرتك قلت لي هو المفاضله دلوقتي بقى في الاولويات. يعني انت عارف طبعا النهارده لما يبقى رسوم الاستئناف بتتخطى ال 20 الف دولار، في حين ان انت ممكن بالتفاوض مع اللاعب توصل ان انت تدفع يعني ضعف الرقم ده مره او اثنين. فبالتالي احنا بنفضل فكره التفاوض عن ان ايه نمشي في المسار القانوني، ولكن معانا وقت ان شاء الله ان احنا نضمن فكره الاستئناف في اخر حكمين. ايوه طيب يعني مجموع الحاجات اللي حضرتك قلت لي عليها دي حوالي مليون وشويه دولار؟ يصل لكده مليون و200 مثلا؟ بس طبعا في حاله التفاوض مش الرقم كله هيتدفع. انا فاهم بس دلوقتي واحنا كده يعني الحدود دي يا كابتن. في الحدود دي يا كابتن. في الحدود دي. وطب وعندكم لو لا قدر الله في مشكله، هل النادي الاسماعيلي قادر ان هو يجمع الفلوس دي قبل شهر يناير؟ انا عاوز اقول لحضرتك الازمه دي بحجم القضايا دي بالجديد اللي بيظهر كل يوم لو قدام اي نادي في مصر اعتقد هتربك حساباته بشكل كبير جدا، مش الاسماعيلي بس يعني. واللي انا اقدر اقول ان الاداره يعني واخده نفس عميق بتنظر للحل بمنتهى الواقعيه والموضوعيه. يمكن في زي ما قلت لك على مدار الساعه اجتماعات لتوفير اعتمادات ماليه، اجتماعات لتوفير اشخاص معينه للتفاوض والوصول للاعبين، وان شاء الله باذن الله عن الامور هتشهد انفراجة قريبه باذن الله في يا رب ان شاء الله. هل في برضه انتم كمجلس اداره عندكم حلول ماليه موارد جايه النادي الاسماعيلي خلال الفتره القادمه؟ في تشكيل لجنه مخصوص لدعم يعني لتنميه موارد النادي الاسماعيلي في المرحله اللي جايه، ويعني من اولوياتنا برضو حل مشكله النادي الاجتماعي اللي ممكن يمثل لينا ان شاء الله انفراجه في المرحله اللي جايه. طيب الفتره اللي فاتت كلها بسمعها ان في لعيبه بتتنازل عن مستحقات قديمه، في لعيبه بتخفض عقودها، سمعت برضو الفتره فني كابتن ايهاب جلال يعني وافق على تخفيض مرتبه دعما للنادي الاسماعيلي، عايز اعرف الحاجات دي حقيقيه فعلا ولا مجرد حاجات اعلاميه او تصريحات اعلاميه؟ انا بشوف ايثار ودعم من الجهاز الفني واللعيبه كبير جدا. وفي تفاني يعني انا يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل، لكن عايز اقول لك الشاهد ان في تفاني كبير جدا من اللاعبين والجهاز الفني يعني عشقا في الكيان ورغبه ان الاسماعيلي يعود لسابق عهده ويكون في المكان بنداء زي ما قلت لحضرتك لحجر الزاويه في النادي جمهور النادي الاسماعيلي. جمهور النادي الاسماعيلي له فضل تاريخي عظيم على النادي وله مني انا شخصيا كل التقدير والاحترام. انا بدعو جماهير النادي لمواصله دعم الفريق، واتمنى ان شاء الله في مباراه الحد القادم ان يكون حضور يليق باسم النادي الاسماعيلي واهميه اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ احمد. بشكر الاستاذ احمد سليمان طبعا المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي. رابطه الانديه المحترفه اختارت هدف عمر كمال عبد الواحد، هدف فيوتشر في مرمى الداخلية، أحلى هدف في الجولة الثانية من بطولة الدوري. فاكرين الهدف ده كان هدف حلو قوي لنادي فيوتشر. طيب خلينا نشوف مع بعض جدول الدوري الممتاز أو جدول مواعيد الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. خلينا نشوف كده مع بعض مين هيلاعب مين. زي ما قلت لكم الجولة دي هتتلعب على أربع أيام، خميس جمعة سبت حد. نشوف كده مع بعض. عندنا يوم الخميس القادم ان شاء الله زد مع بلديه المحله في استاد القاهره الساعه 4، وسموحه مع المقاولين العرب الساعه 7 يوم الخميس، ماتشين في استاد اسكندريه سموحه والمقاولين العرب. يوم الجمعه الاتحاد السكندري مع الجونه في استاد اسكندريه الساعه 4، وفاركو مع سيراميكا في استاد الجيش في برج العرب الساعه 7. يبقى يوم الجمعه برضو ماتشين. يوم السبت ثلاث ماتشات، الداخليه والمصري في استاد الجيش في برج العرب الساعه 4، وعندنا ماتشين الساعة 7، طلائع الجيش وفيوتشر في استاد جهاز الرياضة اللي هو ملعب طلائع الجيش، والبنك الأهلي والزمالك في استاد القاهرة الساعة 7 يوم السبت. يوم الأحد هيبقى ختام الجولة الثالثة، بيراميدز في مواجهة إنبي في استاد الدفاع الجوي، والأهلي هيواجه الإسماعيلي الساعة 7 برضو. مش عارف تم يعني كان نخلوا ماتش الساعة 4 وماتش الساعة 7 عشان نتفرج على الماتشات كلها. دي مواعيد الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. طيب خليني برضو أقول لكم النهاردة كان في ماتشات في دوري المحترفين دوري القسم الثاني، خلينا كده نشوف النتائج. وبكرة إن شاء الله عندنا حلقة بقى مع الأستاذ أحمد القصاص
متخصص طبعا في دوري القسم الثاني والقسم الثالث، هيقول لنا بقى بكره مجمعين الاهداف ومجمعين كل الاخبار عن دوري المحترفين بكره ان شاء الله. هيكون معانا الاستاذ احمد القصاص في حلقه الاربع بكره باذن الله. بس النهارده خليني اقول لكم كده النتائج اللي حصلت في الجوله الثانيه كلها. كان غزل المحله اتعادل مع حرس الحدود 1-1، بروكسي كسب بترول اسيوط 1-0، السكه الحديد كسب المقصه 1-0، مكادي وتكرنس اتعادلوا 2-2، اسوان كسب النجوم 2-0، رايا ووادي دجله 1-1. النهارده بقى كان في بقى ماتش رايا ووادي دجله وتعادل 1-1، وبتروجيت كسب القناه 2-1، ابو قير الاسمده كسب طنطا 2-1، المصريه اتصالات ماشيين بشكل كويس جدا وفوز كبير النهارده على جمهوريه شبين 4-0، ولافيينا برضو النهارده احمد عيد عبد الملك كابتن احمد عيد عبد الملك برضو فوز كبير على النصر التعدين 3-0، برضو ابو قير الاسمده كابتن ايمن المزين مدير الفني لابو قير الاسمده كسبوا طنطا النهارده 2-1، بتروجيت برضو كابتن السيد عيد برضو فوز على القناه في القناه 2-1. طبعا دوري قوي جدا وشايفين اسماء الانديه في القسم الثاني. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، وهجيب لكم بقى نادي وادي دجله بطل السوبر المصري للكره النسائيه. هنشوف القصه دي، وادي دجله عمل ايه وكسب كاس السوبر ازاي في الكره النسائيه بعد الفاصل ان شاء الله. كاس السوبر المصري للكره النسائيه كانت مباراه ما بين وادي دجله، وادي دجله من اقوى الفرق في الكره النسائيه طبعا في مصر، كان بيلاعب فريق توت عنخ امون برضو احد فرق الكره النسائيه في مصر. المباراه كانت في استاد الترسانه. خلينا برضو يعني طاقم الاتحاد الكوره اعلن طاقم التحكيم لمباراه بكره، مباراه الاهلي وامبي في كاس مصر. خلينا نشوف كده طاقم التحكيم. الكابتن طارق مجدي هو حكم المباراة، حكم الساحة، ومعاه اتنين مساعدين أحمد توفيق طلب ومحمد محمود لطفي، حكم رابع عاطف حسين، حكم فار محمود بسيوني والسيد شعبان. طبعا المباراة بكرة في حالة التعادل هيبقى فيه اكسترا تايم، وقت إضافي. في حالة التعادل أيضا في الوقت الإضافي ضربات ترجيح، لو حصل تعادل يعني في الوقت الأصلي أو في الوقت الإضافي، إن هي طبعا مباراة الدور قبل نهائي الكاس مصر. الاتحاد السكندري بيستعد لمباراة الجونة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، وأحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري هيغيب عن المباراة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية. مودرن فيوتشر كمان بعد فوزه على سنجيدا التنزاني بدأ استأنف تدريباته سريعا لاستعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري. كنت اتكلمت معاك وأنا على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إن جاله شرخ في شظية القدم أو كسر في شظية القدم، وابراهيم عادل يعني هيغيب حوالي شهرين عن الملاعب. وحط الدكتور مصطفى المنيري طبعا طبيب فريق نادي بيراميدز جبس رجله اهو زي ما انتم شايفين، جبس ده هيقعد حوالي اسبوعين، وبعدين هيبقى في علاج اخر كده ان شاء الله بالشفاء لابراهيم عادل. من اللعيبه المميزه جدا، وكان الفتره فاتت فتره مميزه لابراهيم كمان مع بيراميدز ومع المنتخب الاولمبي، وانضم لمنتخب مصر الاول، لكن يعني معلش بقى قدر الله ما شاء فعل الاصابه. ان شاء الله يعود اقوى خلال الفتره القادمه، لكن على الاقل شهرين ابراهيم عادل هيغيبهم عن الملاعب. محمد رضا بوبو برضو لاعب بيراميدز كان عمل عمليه جراحيه وبيقترب من العوده للتدريبات في فريق بيراميدز، التدريبات الجماعيه في فريق بيراميدز. كان عمل رئيس قطاع الناشئين في الاسماعيلي عمل اجتماع مع المدربين في قطاع الناشئين طبعا عشان يعني بيكلمهم في الاستراتيجيه خلال الفتره القادمه، والنادي الفريق الاول في النادي الاسماعيلي كمان محتاج لعيبه كتير تطلع من قطاع الناشئين. فكان في اجتماع ما بين الكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين ومدربين قطاع الناشئين والشباب في النادي الاسماعيلي. يوم الخميس اللي جاي في مؤتمر صحفي لروي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، هيتكلم عن الاستعدادات للفتره القادمه. انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان في معسكر لمنتخب مصر ان شاء الله في شهر اكتوبر الحالي، عندنا المعسكر هيبدا يوم 9 اكتوبر، وعندنا ماتشين وديين للمنتخب مع زامبيا يوم 12 في الامارات ومع الجزائر يوم 16 في الامارات. فهيبقى في مؤتمر صحفي لفيتوريا يتكلم
عن الفترة القادمة، وخلي بالكوا الماتشين دول في إطار الاستعداد المنتخب لبطولة أمم أفريقيا اللي هتقام في شهر يناير القادم إن شاء الله. المنتخب الأولمبي برضو عندهم برضو خلال نفس الفترة في شهر أكتوبر برضو في توقف دولي أو في الفيفا ديت، فبرضو المنتخب الأولمبي هيبقى عنده ماتشين وديين. المنتخب الأولمبي هيلعب يوم 12 مع منتخب الأردن في استاد القاهرة، يوم 12 أكتوبر مع منتخب الأردن، وبعدين المنتخب الأولمبي هيسافر أوزبكستان يلعبوا مباراة ودية تانية يوم 16. يعني برضو المنتخب الأولمبي بقيادة بقى روجيرو ميكالي مدير الفني البرازيلي، ماتشين وديين في أكتوبر الحالي، يوم 12 مع منتخب الأردن في استاد القاهرة، ويوم 16 مع منتخب أوزبكستان في أوزبكستان. برضو المنتخب الأولمبي بيستعد لأولمبياد باريس 2024 اللي هتقام إن شاء الله في شهر يوليو السنة الجاية في 2024. توفيق بقى المنتخب الأول، توفيق للمنتخب الأولمبي في اللقاءات الودية. نادي إنبي بيعلن جاهزية زياد كمال لمواجهة الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله، وأحمد أمين أوفا برضه، أحمد أمين أوفا كان مصاب الفترة اللي فاتت، فالاتنين يعني جاهزين، أحمد أمين أوفا المهاجم وزياد كمال لاعب الوسط في نادي إنبي، الاتنين جاهزين لمباراة الأهلي بكرة. طيب خليني أقول لكم النهاردة، إحنا كنا بنتكلم في منتخب الكرة الطائرة إمبارح، وكنا كسبنا اليابان من يومين كده في تصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كسبنا اليابان بعد مباراة وريمونتادا تاريخية لمنتخب مصر 3-2. النهاردة كان عندنا مباراة الساعة 7 الصبح، وكنا بنلعب ضد منتخب صربيا وخسرنا 3-1. متابعينهم كده يعني مباراة بإذن الله في التصفيات. عندنا كمان النهاردة اتحقق إنجاز كبير في الرماية. عندنا الرامية هالة الجوهري لعيبة منتخب مصر للرماية فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للرماية في منافسات فردي المسدس هواء 10 ملي أو 10 متر. مسدس الهواء 10 ملي. 10 متر ولا 10 ملي مش عارف. وقدرت هالة تحقق الميدالية الذهبية النهاردة في بطولة أفريقيا في فردي مسدس الهواء، وتأهلت أيضا إلى أولمبياد باريس 2024. عندنا ما شاء الله في الرماية عندنا 4 لاعبين ولاعبات تأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024. عندنا عزمي محلبة بطل العالمي طبعا والرامي الكبير جدا في منتخب مصر، عندنا محمد حمدي 2 مسدس الهواء 10 متر. عزمي محلبة تأهل، محمد حمدي تأهل، ريماس خليل تأهلت، والنهاردة كمان هالة الجوهري تأهلت إلى الأولمبياد. حاجة رائعة جدا جدا، عندنا 4 لاعبين من منتخب الرماية في الأولمبياد القادمة، وأرقامهم كمان مميزة جدا. إن شاء الله بالتوفيق لبطولة أفريقيا للرماية مقامة هنا في مصر في العاصمة الإدارية في المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومصر ماشية بشكل كويس جدا في بطولة أفريقيا، وكل يوم يعني عندنا لعيبة من المنتخب الرماية بيتأهلوا إلى أولمبياد باريس. عندنا كمان البطولة العربية لكرة السلة، النهاردة الاتحاد السكندري قدر يفوز على فريق دينامو اللبناني في دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، وبكرة في ماتشات. خليني أقول لكم كده الماتشات اللي هتتلعب بكرة. خليني أقول لكم كده الماتشات سريعا اللي بتتلعب النهاردة والماتشات اللي هتتلعب بكرة. دي ماتشات بكرة. بكرة لايبزيج الألماني هيلعب مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في مانشستر سيتي الإنجليزي قصدي، لايبزيج الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بورتو البرتغالي مع برشلونة الأسباني، بروسيا دورتموند الألماني أمام إي سي ميلان الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. الماتشات اللي اتلعبت النهاردة بقى، قدر ريال سوسيداد يفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي، ريال سوسيداد الأسباني فاز على ريد بول سالزبورج النمساوي 2-0، سبورتينج براجا البرتغالي فوز على يونيون برلين الألماني 3-2، جلطة سراي النهارده كسب مانشستر يونايتد في انجلترا في الاولد ترافورد 3-2، مان يونايتد عمال يتغلب في الدوري وبيتغلب في دوري ابطال اوروبا. جلطة سراي التركي كسب النهارده ريال مدريد 3-2، دي
مباراه جلاتا سراي ومانشستر يونايتد، دي بقى مباراه ريال مدريد مع نابولي الايطالي، وريال مدريد النهارده قدر يفوز على نابولي في نابولي 3-2 لصالح ريال مدريد على نابولي في ايطاليا. وكمان انتر ميلان الايطالي فاز على بنفيكا 1-0، ولانس الفرنسي عمل مفاجاه النهارده وكسب الارسنال 2-1. لانس الفرنسي الماتشات اللي بتتلعب في دوري ابطال اوروبا. دي اخبارنا النهارده. طبعا زعلانين جدا في نادي ليفربول بعد الهدف اللي اتلغى في مباراه توتنهام، وكان الهدف ده صحيح 100%، وحتى يعني زي ما حصل عندنا هنا في مصر، نادي ليفربول جاب التسجيل الصوتي لحكام الفار اللي كانوا في ماتش توتنهام وليفربول، والتسجيل بيثبت ان حكام الفار بعد ما المباراه وقفت عشان يشوفوا الهدف بتاع ليفربول صحيح ولا مش صحيح. ففي الاول قالوا الهدف مش صحيح، فيه تسلل، فالمباراه تم استئنافها. ليفربول لو كان جاب الجول ده كان ممكن يكسب المباراه، فهدف صحيح تم الغائه. فين بقى؟ في الدوري الانجليزي اللي هو المفروض يعني اعظم دوري في الكوره وحكام عالميين ودوري بروفيشنال وكده، والفار ما رسمش الخطوط او ما اكتشفش ان فيه هدف صحيح، وقال لك لا الكوره اوف سايد بعد ما المباراه تم استئنافها واشتغلت المباراه. بعد ما لغوا الهدف واشتغلت المباراه قال لك لا ده الهدف طلع صحيح، بس ما قدروش يغيروا من نتيجه المباراه، واعترض نادي ليفربول، وفي مشكله كبيره ليفربول عاملها بسبب الهدف ده. في برضه حاجه طريفه شويه كده، برينس بواتينج اللاعب اللي كان بيلعب في برشلونه قبل كده، فكان جاي له عقد في نادي برشلونه، فساعتها وهو داخل نادي برشلونه سالوه مين احسن لعيب في العالم. هو الراجل بواتينج ده، برينس بواتينج بيحب ريال مدريد وبيحب كريستيانو رونالدو، بس عشان كان رايح يلعب في برشلونه فاضطر يكذب ويقول احسن لعيب في العالم ليونيل ميسي، ودي مش قناعاته. ده برينس بواتينج كان هو بيحكي بقى يعني موقف قديم من 4 سنين، في 2019 كان جاي له عرض من نادي برشلونه، وكان خلاص يعني هينتقل لنادي برشلونه، كان بيلعب في نادي اسمه ساسولو في ايطاليا، وجاله عرض عشان يلعب في برشلونه، فخلاص قبل العرض ورايح نادي برشلونه، فبيعمل حديث صحفي كده قبل ما يوقع العقود مع نادي برشلونه، فقالوا له انت مين اعظم لعيب وبتحب نادي ايه؟ قال لهم انا بحب برشلونه جدا وبحب ليونيل ميسي. وعكس الحقيقه ان هو لا، هو ما بيحبش برشلونه ولا بيحب ميسي، وبيقول لك بيحب رونالدو وبيحب ريال مدريد، بس هو كان رايح يلعب في برشلونه فاضطر يكذب عشان الموضوع ما يبص، ان هو لو رايح يلعب في برشلونه وقال انا بحب ريال مدريد وبحب كريستيانو رونالدو العقد بتاعه ما كانش هيمشي يعني. فبواتينج بعد بقى 4 سنين بيعترف ان هو كذب وقال ان هو بيحب ميسي وبيحب برشلونه او بيشجع برشلونه، وهو كان بيحب ريال مدريد وبيحب كريستيانو رونالدو، بس اضطر يعمل كده عشان يلعب في برشلونه. لجنه الانضباط في الدوري الاسباني خدت عقوبه على ناتشو لاعب ريال مدريد بالايقاف 3 مباريات من الليجا الرسميه، من الليجا، وبالتالي كده هيغيب عن الكلاسيكو، عن ماتش ريال مدريد وبرشلونه. ناتشو لاعب ريال مدريد خد بطاقه حمراء في مباراه جيرونا اللي فاتت، وهيغيب عن مباراه الكلاسيكو بعد ايقافه 3 ماتشات من الليجا الاسبانيه، اللي هو ناتشو لاعب ريال مدريد. نيمار بدا اول هدف سجله مع الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا امام فريق نساجي الايراني، كان الهلال السعودي كسب 3-0 في الجوله الثانيه لدوري ابطال اسيا، ونيمار سجل هدف، وده اول هدف يسجله نيمار مع نادي الهلال السعودي منذ انضمام نيمار لنادي الهلال، هدف لنيمار مع الهلال في دوري ابطال اسيا. كمان رابطه الانديه السعوديه او المحللين بقى بتوع رابطه الانديه السعوديه او الدوري السعودي اختاروا رونالدو ضمن التشكيل المثالي للجوله الثامنه في الدوري السعودي. رونالدو خلي بالكم بيعمل عظمه، ورونالدو هو على راس القائمه في الدوري السعودي. انا بس زعلان من حاجه، ان طبعا الدوري السعودي بقى قوي ونجوم العالم كله في الدوري السعودي، بس انا في حاجه برضو يعني، انتوا زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا معظم الاسماء
اجانب. اللعيبه السعوديه اختفت شويه. طبعا اللعيبه الاجانب دوري بقى قوي ودوري مميز وفي جنسيات كتير وفي نجوم العالم، بس انا خايف ان ده ياثر على اللاعب السعودي كمستوى. يعني حتى احنا شايفين اهو فريق التشكيل المثالي للجوله الثامنه في الدوري السعودي كلهم، انا مش شايف حد سعودي خالص، كلهم اجانب. رونالدو، كوليبالي، بوركا، ستالشو، سافيتش، تاليسكا، تيو لاعب الفتح، هو بس مفيش غير سلطان الغنام لاعب المدافع النصر اللي تم اختياره. سلطان الغنام ده اللي هو رقم 89، هو ده اللاعب السعودي الوحيد في التشكيلة المثالية. لكن طبعا الدوري السعودي ممتع، السعودية عاملة عظمة، جايبة نجوم العالم كله بقى الدوري، حتى بتتفرج على الماتشات جماهير خطيرة، الملاعب رائعة، مستوى قوي جدا. بس هي الحتة اللي انا بتكلم فيها السلبية الوحيدة في القصة، التأثير ان بقى فيه في كل فريق 8 لعيبة اجانب ومعظمهم في الملعب، فهي بس يعني في فرص للاعيبة السعوديين قلت شوية في المشاركة وفي التألق طبعا في وسط. لكن في لعيبة تانية من خلال التدريبات ومن خلال الماتشات، اللعيبة السعودية برضو في بعض اللاعبين المستوى هيرتفع، ان الاحتكاك بقى قوي. بس هي بقى في نقطة لازم رابطة الأندية المحترفة في السعودية تركز فيها شوية، ازاي ما يتخدش فرص اللعيب السعودي من المشاركة في الماتشات، ما يبقاش العدد قليل. يعني ممكن يعملوا قانون مثلا في المباراة لا لازم يبقى مثلا 5 6 لاعبين سعوديين في الملعب في كل فريق، عشان فرصة اللعيب السعودي ما تقلش في المشاركة في الماتشات، وبالتالي تؤثر على المنتخب او المنتخبات السعودية. دي كانت اخبارنا العالمية النهاردة واخبارنا المحلية. هنطلع فاصل، معانا بقى تقرير كده عن حرب 6 اكتوبر من مدينة الاسماعيلية، وبعد التقرير هنستقبل كابتن حمادة انور والناقد الرياضي محمد عراقي، وعندنا كلام كتير واخبار وكواليس كتير هنعرفها من كابتن حمادة انور وكابتن محمد عراقي بعد الفاصل ان شاء الله. واحد من أسرى الحياة الفنية وجسد النصر أكتوبر ونصر المقاومة في تماثيل رائعة، هنبتدي معاه ونعرف حكايته مع هذين العملين الكبيرين اللي هم من علامات السياحة في محافظة الإسماعيلية. الفنان الكبير الأستاذ جلال عبد الهاشم، بنرحب بيك على شقانة الحياة. أهلا وسهلا، نور الإسماعيلية. عايزين نعرف من حضرتك، انت عامل لنا في اسماعيليه تمثال الصمود وعامل لنا تمثال النصر، ايه بالنسبه لك الفكره جات لك وايه اللي انت كنت حرصت عليه ان انت تعمل التمثالين بمواد معينه ما فيش حد عملهم قبل كده او فكر فيها قبل كده؟ هو التمثالين دول يعني زي ما حضرتك قلت يعتبروا حاجه يعني هي فريده في نوعها، وبعدين الاثنين اتنفذهم في مرحله من اهم مراحل تاريخ مصر اللي شرف المصريين. يعني احنا في 67 اصبنا في معركة او انهزمنا في معركة، المعركة دي هل هنستمر في الهزيمة ولا لا؟ فلازم نحارب عشان ننتصر. انا على قد امكانياتي حاربت بفني عشان ارفع الروح المعنوية لجنودنا الابطال اللي هيعيدوا تدريب وبناء قوات مسلحة والحاجات دي كلها، وكمان لابناء البلد اللي الرئيس جمال عبد الناصر امر وقتها بتهجيرهم عشان الاسرائيليين كانوا بيمسكونا من ايدينا اللي بتوجعنا بضرب المدنيين، كذلك الشباب اللي قاعد هنا وما سابش البلد واتطوع وحمل السلاح. كل دي بطولات ما حدش يعرف عنها حاجه. طيب بعد 10 سنين و50 سنه و100 سنه مين هيعرف تاريخ اسماعيليه الا اذا كان في حاجه تجسد وحاجه ملفته مش حاجه عاديه. الاسماعيليه كلنا احنا مهاجرين الثلاث محافظات بحرب اكتوبر اللي هي 73 الساعه 2
يعني ساعه الصفر دي بتقبل لينا احنا بالنسبه عندي لينا احنا، رجعنا بيتنا، رجعنا حياتنا، بقينا نعيش حياتنا. طب بدل كلنا كل واحد فينا في بلد مهاجر. عبد المنعم رياض رحمه الله عليه توفى عند النمره 6 يعني كارتيغ، ويوم طبعا احنا حضرنا 67 وحضرنا الحرب بكله، وشفنا قواتنا المسلحه وشفنا 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 وشفنا. بس احنا يوم 73 يوم الساعه 2 ده في دوت ما ينساش في تاريخ مصر، ان كان قواتنا كلها بتعبر، وكان كلمه الله واكبر سبحان الله. كان في ناس لابسين ابيض، دول هم كانوا حاطين اللي هو المواسير المفرم دوت، عشان اول ما يولع الميه، يعني معناه اي حد هيخش الميه بيموت. سبحان الله، ربنا كان ساعتها معانا، وكانت طلعنا. وطبعا كانت الضربه الجويه في 73، كان الطيران كان فوقنا. احنا كنا شايفين الكلام ده، احنا عيال صغيره وكنا شايفين الكلام ده. كان الطيران وكان قواتنا بتعدي، كان كلمه الله اكبر دي كان بتهز الدنيا. النهارده اللقاء على ضفاف بحيره التمساح اللي هي مقابلة لخط بارليف. خط بارليف اللي قالوا الجيش عليه ان الجيش لا يقهر، وان خط بارليف ده صعب، هذا المانع الكبير، ان صعب ان الجيش المصري ان هو يقدر يحطم خط بارليف، ولكن بسواعد الجنود المصريين وسلاح المهندسين قدروا ان هم من خلال استيراد 400 ماكينة مياه بحجة الزراعة من ألمانيا، إن ألمانيا كانت حليف مع إسرائيل. ال 400 مكنة استعملوا 300 ماكينة كانوا بياخدوا من قناة السويس، وبالخراطيم يفتحوا في السات ممرات في الساتر الترابي. والحمد لله إن احنا النهاردة موجودين على أرض الإسماعيلية الجميلة، وقوات المسلحة وشعب الإسماعيلية وشعب بورسعيد وشعب السويس كان لهم دور كبير في الانتصار العظيم، نصر اكتوبر 73. 7 اكتوبر ده انجاز يعني تاريخي، بنتكلم عليه كتير. انا طبعا من ضمن الناس اللي كنا 67 في الحرب، شفت الحرب في الاسماعيليه وشفت الدانات قدامي ماشيه، ولينا تاريخ من زمان ايام الفدائيين. احنا طبعا لما اتهجرنا 67 اول تجمع كان في نادي الزمالك، المعلم عثمان عمل رحله لصالح المجهود الحربي، وابتدينا نتحرك في جميع الدول العربيه، وجمعنا العمله الصعبه للجيش المصري، وكانت كنا احنا بنلف ساعتها بست ام كلثوم بتلف. فده تاريخ ما حدش شاف، وشرف ليا لما لعبت صلاح المجهود الحربي. خدت مسمى الجمهوريه من عبد الناصر، وخدت درع العمل الوطني من الجيش. كان ليا عمي الله يرحمه اللي هو مصطفى درويش الله يرحمه، كان طيار في الجيش المصري، ومن حارف في حرب 73، واخد نجمه سينا، ويعني واخد فيها رتبه زياده، شارك في الطلعات الجويه في حرب 73 ضمن المجموعه الاولانيه، كان تحت قياده اللواء ساعتها محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهوريه السابق الله يرحمه. وبرده كان لنا اللواء احمد فؤاد درويش عمي، برده كان من ضمن المجموعه بتاعه الدفاع الجوي، من اللي هم المجموعه الاولانيه اللي ساعدت على الطيران الاسرائيلي انه يتضرب في الجو، انه اول يومين على حكاويهم يعني راح تلت السلاح الجوي الاسرائيلي، كان هو من ضمن المجموعه المشتركه. وبرده في نفس الوقت نصيب ان انا برده ليا الحمايه اللي هو محمد ابو جريشه، كان في السلاح المدفعيه وانصاب في حرب 73 اصابه خطيره، ويمكن من اسبابها ان هو طلع منها وبرده اتكرم في الجيش. حضرت المشهد كامل من ساعة ما احنا راجعين من المهجر اللي هي الهجرة، وكمان كان ليه أخ في 73 اتصاب في كتيبة مهندسين هنا في نمرة 6، فدي كلها أحداث في خاطري يعني.
نرجع تاني ونضم لك كابتن حماده انور والناقد الرياضي المميز جدا طبعا محمد عراقي، ونشوف بقى فقره الاخبار والكواليس والحواديت اللي بتحصل خلال الفتره الحاليه والفتره السابقه. كابتن حماده ازيك؟ كريم اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله كله كابتن تمام. عراقي كريم ازيك؟ ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. عندي بقى حاجات كتير قوي عايز اسالكم فيها، وعايز ابدا من الزمالك. اليومين اللي فاتوا يعني طبعا ماتش ارتا سولار والفوز الحلو والشكل الحلو اللي الزمالك ظهر بيه في الشوط الثاني، وكانت الامور بتبعد وبتتصعب، لكن الزمالك قدر يتالق. ففي يعني حاله معنويه حلوه في نادي الزمالك خلال الفتره الحاليه، وكل الكلام في نادي الزمالك دلوقتي عايزين يعني في انتخابات ومجلس جديد هيجي، وعايزين يظبطوا الفرقه ويظبطوا النادي، وكلام على فتوح. النهارده كان في جلسه، انا حتى قلت بعض التفاصيل كده على احمد فتوح، النهارده عمل جلسه مع كابتن عبد الواحد السيد عشان التجديد. عايزين نعرف قصه ماشيه ازاي داخل نادي الزمالك. طيب بالنسبه يا كابتن للمباراه وبالنسبه حتى لاداء نادي الزمالك في الفتره الاخيره، يعني انا بشوف ان مثلا المباراه الاخيره دي البطل هو اللعيبه. يعني اللعيبه هي اللي حست بالخطر، اللعيبه هي اللي شافت ان ما ينفعش الزمالك يخرج من دور التمهيدي لبطوله الكونفدراليه، فبالتالي استنفروا، وده حصل حتى ان في كواليس كتير حصلت بين الشوطين، ولاعيبه كتير اتكلمت مع اللعيبه، وحتى الونش نزل للعيبه في اوضه اللبس، وحصل كواليس كتير، اللعيبه الكبار اتكلموا، لان ما ينفعش كان نادي الزمالك يخرج بصراحه من فريق زي ده. نتيجه مباراه الذهاب كانت مفاجاه، ولكن انا بحمل اسوريو طبعا نتيجه مباراه الذهاب، وبحمله حتى كمان يعني ان النتيجه كانت 1-0 للارت سورال هنا في مصر الشوط الاول. الراجل عنده اخطاء فنيه كبيره، عنده اخطاء في التشكيل. الزمالك طبعا بيعاني وعنده ازمات كتيره، يعني ما قدروش ان هم يضموا صفقات، ما قدروش ان هم يعملوا تدعيم بشكل محترم زي باقي الانديه، ولكن انت عندك، انت برضه الزمالك وعندك لعيبه كويسه، وعندك لعيبه من حظك الحلو ان هم ظهروا بشكل كويس. يعني شوف انت، ما حدش حد يتوقع مثلا ان يوسف اوباما يبقى بالشكل ده، يوسف اوباما دلوقتي واحد من نجوم الفريق، ما حدش كانش حد يتوقع ان ممكن لعيب مثلا زي مصطفى شلبي دلوقتي بيقدم اداء كويس جدا جدا، يعني في لعيبه طلعوا لك مفاجاه وبيقدموا حتى افضل من اللعيبه اللي انت كنت متخيلهم يعني. أيوة. فبالتالي مع النجوم دي لا، انت كان المفروض تظهر بشكل كويس، واكيد مش الفريق ده هو اللي انت تقف قدامه او تخسر منه. ممكن بقى في الليفل العالي لما تلعب بالاهلي، لما تلعب بيراميدز، لما تلعب في افريقيا مثلا فريق كبير، ممكن نتكلم، ولكن لما توصل للليفل ده اذا لا، في اخطاء فنيه، واخطاء فنيه كبيره مش من اللعيبه، لان اللعيبه فعلا قدمت واستنفرت بشكل كبير وقدروا ان هم يصعدوا. النتيجه دي انا بشوف رغم ان هي يعني المفروض ده كان امر طبيعي، ولكن انا يعني متاكد ان المباراه دي هتكون نقطه تحول لنادي الزمالك، ونادي الزمالك هيتغير. مع العلم المعلومه اللي عندي ان اسوريو ايا كان نتائجه ايه مع المجلس الجديد هيمشي، ولكن اللجنه المؤقته بعد الانتخابات، يعني بعد الانتخابات، ولكن اللجنه المؤقته اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي مش هتاخد قرارات حيويه. انت بتقول مثلا ان كان في جلسه مع احمد فتوح، ولكن انا باكد لك ان موضوع احمد فتوح مش هيخلص الا لما يجي مجلس جديد، يعني الموضوع مش هيخلص دلوقتي خالص، لان مفيش ملفات حيويه هتنتهي. انتخابات الزمالك 20 اكتوبر صح؟ 20 اكتوبر. مفيش ملف حيوي هينتهي، تغيير مدرب، تجديد لفتوح، تجديد لصبحي، دفع فلوس مثلا بشكل معين على الفلوس اللي عندها الزمالك، الا بحلول او بقدوم المجلس الجديد. المجلس الجديد اول ما يتولى انا بقول لك هيكون في قرارات مهمه جدا جدا، اولها رحيل اسوريو، ثانيها قد يكون التجديد لاحمد فتوح، رغم طبعا ان احمد فتوح يمكن عنده عروض كتير يعني هنتكلم فيها بعد كده في قصه احمد فتوح، هقول لك كواليسه وايه اللي حصل معاه. كابتن حماده برضه في نفس الاطار، وتحكي لي الحاله اللي موجود فيها نادي الزمالك الفتره الحاليه. هو الزمالك فلت من اسوريو المباراه دي يا كابتن. فلت من اسوريو. فلت من اسوريو. والله مش من فلت من ارتا سولار. لا لا لا، من اسوريو. من اسوريو. لا لا، انا قلت كده برضه المره اللي فاتت. والله يعني فعلا يعني ربنا كرم جمهور الزمالك اللي كان موجود بشكل رهيب، بيأزر الفرقه بشكل قوي جدا يا كريم. الفرحه للزمالك مش علشان ان انت عديت ارتا سولار او ان انت وصلت لدوري المجموعات، لا، هي الفرحه ان انت كنت خلاص خرجت. يعني انت كان بالنسبه لكل الناس اللي بتتفرج، وخصوصا بعد ما شافوا الشوط الاولاني، قال لك الزمالك حتى الحاله بتاعته مش جيده، فقال لك الزمالك بعيد، الزمالك بره خالص. برضه من افتكاساته يعني، انت النهارده المباراه اللي قبلها مباراه المقاولين انت مقعد بره الاثنين السنتر فيرود، ما لعبوش خالص 90 دقيقه. المره دي لعبهم بس النهارده بيبدا، واول مره الاثنين يلعبوا مع بعض، يعني ما فيش مباراه. سيف الجزيري وناصر منسي. ما فيش مباراه لغايه النهارده اسوريو ثبت فيها تشكيل الزمالك يا كريم، ما فيش فريق كبير النهارده، هات كل الفرق اللي في العالم هتلاقي التغيير بيبقى واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير قوي، وحسب حالتهم
او عندهم اصابات او عندهم ايقافات. لكن مش كل مباراه، مفيش فريق في الدنيا بيغير 8 لعيبه كل مباراه. مش موجوده يعني، مش موجوده في الكره دي، ما شفتهاش. لكن انت النهارده اللعيبه زي ما قال عراقي طبعا ما بين الشوطين، انا بقول اللي حصل ما بين الشوطين اللعيبه لعبت بدماغها هي مش بدماغ اسوري. انا ده وجهه نظري. النهارده لما تيجي انت فتوح بقاله الفتره اللي فاتت دي كلها اصابه، وان انت تيجي اول ما تبدا بيه مساك تلعب بثلاثه منهم هو مساك، ازاي يعني في كره من الكرات اللي اللعيب بتاع ارتا سولار وصل لحد عواد وشاطها بالعرضه ربنا ستر قبل الجول. خلي بالك فتوح مش قادر يعمل معاه السبرنت، ممكن كان يتعور فيها. فحافظ الراجل وصل لعراقي لحد خط الجول، انت فاهمني ازاي؟ فده النهارده لما فتوح اتحرر وخلى عمر جابر هو اللي يروح ناحيه اليمين، وفتوح اتحرر ودخل وسط الملعب ابتدى يلعب الحاجات القصيره بتاعته والحاجات دي، ابتدى يظهر فتوح بشكل كويس. وزي ما قال عراقي اوباما النهارده نقطه تحول، زي ما اوباما كان سبب من اسباب ان الزمالك خد الكونفدراليه لو تفتكر بالجول اللي جابه المباراه اللي فاتت، الاربع اهداف اوباما مشارك فيهم. فلعيب من اللعيبه المؤثره جدا، ويمكن في طريقه لعب اسوريو اللي انا مش عارف له طريقه لعب لحد دلوقتي، هتلاقي هو من افضل اللعيبه اللي بتظهر. ايه طريقه لعب اسوريو؟ مش عارف له طريقه والله، والله العظيم ما عارف له طريقه. حد كده يطلع يقول لي هو بيلعب فتره قال لك بيلعب 3-3-3-1، وفتره تانية قال لك بيلعب 4-3، فاهمني ازاي 3. يعني انا كمان وانت بتتكلم على موضوع فتوح دلوقتي، انا مع ان عبد الواحد يقعد مع فتوح، انا معاه مليون في الميه. ليه يا كريم؟ لانك انت النهارده المجلس اللي هيجي لازم يبقى عنده ملف انت اشتغلت مع فتوح ايه الفتره اللي فاتت، والراجل طلب ايه، مش لسه هبتدي من ساعه تبدا باجي. بعد كده 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 النهارده فتوح يحق ليه الامضاء في النادي، في اي نادي تاني في يناير. فالنهارده المجلس 20 اكتوبر هيبقى موجود، فعنده من الوقت انه يقعد ويتكلم معاه. طلبات فتوح معروف، طلبات فتوح معروف، عايز مستحقاته القديمه، وعايز يتحط من ضمن لعيبه الفئه الاولى. لا وعايز زي زيزو، مش الفئه الاولى. هو الزمالك الاهلي يعني الزمالك غير الاهلي في القصه دي. ما هو الفئه الاولى، ما هو زيزو دلوقتي. لا ما هو لا زيزو في حته لوحده. ايوه في حته تانية. ما هو يعتبر ما الفئه الاعلى هي الفئه الاولى. يعني انا بتكلم دلوقتي يعني هو لا ما هو ما فيش فئه الا فيها لعيب يعني، يعني هو لعيب هو عايز يتساوى بزيزو. وعلى فكره ده يعني كان طلب اكتر من لعيب. يعني على فكره امام عاشور قبل انتقال الاهلي كان بيطلب نفس الطلب، ان هو كان عايز يتساوى بزيزو. أيوة. قبل ما يروح بعد ما حصلش اتفاق، بعد كده راح لفريق ميتلاند، بعد كده جه الاهلي، ولكن هو كان برده عايز يتساوى بزيزو. محمد صبحي نفس الكلام، محمد صبحي برده حارس المرمى عقده ينتهي بنهايه الموسم الجاري، وبالتالي برده بيطلب بالمساواه بزيزو. فهي كده كده طلبات فتوح معروفه. ولكن المعلومه اللي عندك كابتن اللي انا كنت لسه عايز اقولها لك، ان احمد فتوح يعني مش هيقعد مع اي حد، من لان طلب اكتر من عضو او مرشح في انتخابات نادي الزمالك الجلوس معاه والتفاوض معاه، ولكن هو رفض تماما، واكد ان هو مش هينهي الموضوع غير لما يتم انتخاب مجلس. طبعا. ليه؟ لان هو شايف طبعا ان ممكن اي حد يتكلم معاه دلوقتي ممكن ما ينجحش، ممكن تبقى عقود انتخابيه، فيقول لك لا انا بالنسبه لي دلوقتي انا المجلس اللي هينتخب انا هقعد معاه، وانا طلباتي واضحه، فلوس القديمه اتساوى بزيزو، غير كده انا بقول لك بقى فتوح عنده اكتر من عرض، مفيش عروض خارجيه. ماشي، بس هو انت النهارده الاهلي وبيراميدز هم اللي انا ممكن النهارده الناس المرشحين ما ممكن يقعدوا مع فتوح ويجددوا معاه في نفس الوقت وياخد فلوسه، لو هم اتفقوا. فهمت قصدي؟ هيجددوا ازاي؟ النهارده هو كلاعب يهمه ايه غير ان انت تنفذ لي اللي انا عايزه؟ لا هيجددوا له ازاي؟ انا النهارده مرشح قعدت معاك واتفقت هدفع لك فلوس. ما انت هتقعد معايا بناء على ايه؟ بقعد معاك، لا بقعد معاك بوعدك. لا مفيش وعد، ده الكلام ده مش ما هو خلاص ما تقدرش تقدر تخرج فلوس من الخزنه. انت فاهمني؟ يعني انت النهارده اللاعب بتاع الباسكت اللي الزمالك جدد معاه، ما هو النهارده اسمه مايو. النهارده اللي جددوا معاه ناس مرشحين ودفعوا له الفلوس وعملوا كل حاجه. لا انت فهمت قصدي؟ انا هقعد النهارده مهما يكون هتدفع له كام. لا ما هو انا النهارده عشان اروح اقعد مع فتوح اصلا يبقى انا رايح اجدد مع فتوح. معلش انت النهارده رجل الشارع عارف طلبات فتوح ايه، صح ولا غلط؟ يبقى انا النهارده اما حاجه اطلب اقعد مع فتوح يبقى لازم ان انا النهارده رايح اتكلم في كلام ايجابي. مش رايح لسه اشوفه انت عايز ايه، هيقول له ما انت عارف انا عايز ايه، كل الناس عارفه انا عايز ايه. فالنهارده لو في مرشح ورجل من رجال اعمال المرشحين وبيحبوا نادي الزمالك ورايح تقعد مع فتوح، يبقى انت رايح تجدد لفتوح، مش رايح تشوف طلبات فتوح ايه. بص هو انا يعني انا قصه كابتن عبد الواحد انا لاقي لها تفسير تاني، ان هو نادي الزمالك برضو مش نايم، هو عارف التحركات اللي بيتحركها النادي الاهلي، التحركات اللي بيتحركها بيراميدز. عايز اقول لك الاهلي بيتحرك جامد عشان فتوح؟ لا مش بيتحرك جامد، الاهلي تارجته الاول احمد فتوح. يعني الاهلي لو دلوقتي خلاص بعد قصه امام عاشور وبعد قصه المهاجم وبعد ما خلص قصه المهاجم، لو عنده تارجت دلوقتي هو احمد فتوح رقم واحد. ليه؟ لان الدنيا مع علي معلول ممكن تكون دي اخر سنه. علي معلول لو دي اخر سنه الاهلي عايز يجيب لعيب بحجم علي معلول. هو مش قادر ومش لاقي لعيب في الدوري المصري زي مفيش غير فتوح، ولا اجنبي ولا محلي، فبالتالي احمد فتوح هو الخيار الاول. طيب الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي دايما من اللعيبه اللي بتبقى فيها يعني حوارات كده
الاهلي ما بيقدرش يدخل بوشه. الاهلي بيدخل عن طريق وسيط يتكلم يعمل يساوي، ولازم يكون متاكد ان اللعيب مش بيلعب اللعبه بتاعت ايه؟ ده الاهلي بيفوضني عشان ابتدي اضغط على الزمالك بالورقه دي، لا انت خلاص انت لو انت فعلا مش عايز تجدد في الزمالك احنا موجودين وعرضنا كده، وعرض الاهلي انا بقول لك مش هيزيد عن 15 مليون جنيه باي حال من الاحوال. اللي فتوح؟ اللي فتوح اللي هو العرض اللي هو الشخص. اللي بياخده امام عاشور، اللي بياخده حسين الشحات، وهيبقى زياده عليهم يعني محمد الشناوي. لا محمد الشناوي هو اللعيب الوحيد اللي بياخد اكتر لحد دلوقتي. عادل الشناوي ما تعدلش على فكره، لحد الشناوي دلوقتي بياخد اقل لسه من امام عاشور وبياخد اقل من حسين الشحات لحد اللحظه دي، بياخد 11 مليون 800 لحد اللحظه دي. عادل ما تجددش، ولكن في يعني جلسات خلال الفترة اللي جاية وعاده هيبقى 16 مليون جنيه. ده بالنسبة للأهلي. اللي بقى اللي داخل بقى الموضوع بيراميدز. بشكل قوي جدا جدا بيراميدز. بيراميدز بالنسبة له أحمد فتوح زي ما الأهلي برضه خلال الأول. بيراميدز عنده محمد حمدي لعيب جامد جدا ناحية الشمال، وعنده كريم حافظ. بص يا يعني. كابتن أحمد فتوح عنده ميزة، أحمد فتوح دلوقتي ما نقدرش نقول إن هو باك بس. أحمد فتوح بيلعب دلوقتي في الديفندر، بيلعب خط وسط كويس وبيلعب مدافع كويس. غير كده كمان لعيب دولي، لعيب جوكر، لعيب مهم، حتى لو جه هتبقى المنافسه بينه وبين حمدي كبيره. حد ممكن يلعب طرف يعني، حد فرصه ان عقده بيخلص الله ينور عليك، انت بتجيبه ببلاش، بتجيبه ببلاش. وهم كمان هم كمان دي مسؤوليه برضو الناس، المجلس الاداره اللي جاي الزمالك، معلش انت جاي نادي كبير وجاي على مشاكل كتير. أي. انت النهارده جاي على مشاكل كتير، النهارده انت اولا لازم تحافظ على نجومك الموجودين حاليا، تاني حاجه لازم تفتح القيد قبل في عشان في يناير تقدر تدعم. النهارده حتى السكواد بتاع الزمالك مش قوي. النهارده ما نيجي نبص نشوف كبيرة طبعا. اهلي ونشوف البيراميدز ونشوف كل الفرق اللي موجوده في الدوري دعمت بشكل كويس. انت النهارده مين اللي رجع لك من الاعراض غير اوباما ومحمود علاء؟ انت فاهمني ازاي؟ فالنهارده لا، النهارده لازم النهارده يبقى عندي البلان اللي انا هشتغل عليه من اول يوم هدخل فيه المجلس. النهارده الزمالك محتاج فلوس قد ايه؟ مش ان انا لسه هدخل فلوس او عندي مشاريع عراقي تدخل لي فلوس، لا انت لازم اول ما هتدخل لازم يبقى خزينتك فيها فلوس عشان تسابق الزمن ان انت تقدر تلحق الموسم دوت للاعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني اللي موجودين حاليا. طيب القصه بتاع بيراميدز بس دي اخيره القصه عشان ما كملناهاش. بيراميدز اتقرص من حصل مع امام عاشور. على فكره بيراميدز كان داخل في قصه امام عاشور بشكل قوي جدا، وكان عارض ارقام كبيره، وكان بالنسبه له امام عاشور تارجت مهم جدا جدا. ولكن الاهلي طبعا كلنا شفنا الكواليس واللي حصل. فبيراميدز لا، قال لك بقى لا احمد فتوح انا مش هسيبه. وكده كده كان فتوح كمان يعني زي ما بيقولوا كده قلبها مزاد. يعني هو فتوح ممكن يكون مش زي امام، امام كان عنده تارجت ان هو يلعب اهلي وزمالك، فبدال الزمالك مش جايه بالنسبه له الخيار الاول الاهلي. القصه مع فتوح مختلفه شويه، لو جاله عرض خليجي ممكن يفكر فيه، لحد اللحظه دي ما عندوش عروض خليجيه. خالص ما عندوش عروض خارجيه خالص. دلوقتي الناديين اللي بيخشوا معاه في مفاوضات كبيره بخلاف الزمالك هو الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز. طيب خليني عايز تقول حاجه على انتخابات الزمالك اللي هتقام 20 اكتوبر. يعني وانت كل شويه كريم خلاص انتخابات، كل ما تقرب بنشوف ان الامور بتسخن اكتر، بنشوف ان المنافسه بتشتغل بشكل كويس. مش هتكلم على اسماء خالص، لكن انا شايف ان في كوادر كويسه قوي داخله الانتخابات، في افكار كويسه، في سباق حاليا موجود بان ناس بتدفع مرتبات، في ناس بتجدد مع لعيبه، في ناس النهارده بتجيب ملابس، في النهارده، فالنهارده كل ده بيصب في مصلحه النادي. يعني النهارده الصراع بقى دلوقتي ان مش كل الصرف ده على الدعايه الانتخابيه، لا ده في صرف ودي على خلي بالك دي حاجه ايجابيه، حاجه كويسه، حاجه كويسه جدا ان انا النهارده لفتات ومش خلاص إيه، لا ده انا لا انا النهارده بصرف على النادي، ودي تبين ان الناس اللي داخله كلها هي همها النادي ويهمها مصلحه النادي. خلي بالك في ناس ما شاء الله يعني مقتدره ماليا طبعًا بشكل طبعًا كبير جدا، في ناس بتدفع فلوس وما رضيتش انها يتقال انها تتعلم اسامي. اه طبعا بالظبط، انت فاهمني ازاي؟ فكل ده النهارده ان بتبين قد ايه يا كريم ان اللي داخلين دول هم فعلا ولاد النادي وعايزين يبصوا لمصلحه النادي. انا مش فارق معايا بقى ان انت بتدفع في السباحه، بتدفع في الكوره، بتدفع في الطايره، بتدفع، المهم بتدفع جوه النادي. صح، ما بتصرفش ملايين، ما بتصرفش حاجات في رحلات، في مش عارف ايه، في الكلام ده كله اللي كان متبع قبل كده، لا انت النهارده بتحل مشاكل جوه النادي. ربنا كرمك وبقيت موجود، اهلا وسهلا. ما بقتش موجود، شاركت ان انت على الاقل تحل مشاكل من مشاكل نادي الفتره. طيب عايز اتكلم برضو عشان قبل ما اخرج من الزمالك واتكلم على ماتش الاهلي وامبي بكره وتوقعاتكم للمباراه، استبعاد الزمالك من كاس السوبر الجديد، هل في اللائحه بتاعت كاس السوبر؟ يعني انت عارف كاس السوبر كان ماتش ما بين بطل الدوري وبطل الكاس، البطوله دي بشكل جديد بطل الدوري ووصيف الدوري، بطل كاس الرابطه، بطل كاس مصر. هل في اللائحه بتاعت بطوله السوبر، مش عارف الشكل الجديد اللي هيتعمل اللي هو الاربع فرق، في اللائحه بتقول لو فريق اعتذر عن المشاركه في كاس السوبر يتم استبعاده او صحيح عدم وجوده في البطوله اللي بعديها؟ بص يا كابتن، اللائحه واضحه جدا. فيها فرق بين حاجتين مهمين، بين الانسحاب والاعتذار. تمام. هو ايه الفرق بين الانسحاب والاعتذار؟
الاعتذار ان انا اجي قبل المباراه او قبل البطوله بفتره بقول لكم يا جماعه انا مش هقدر العب. فده معناها ايه؟ معناها ان انت هتجيب بديل ليا يلعب معايا المباراه. تمام. طب الانسحاب ليه؟ عشان الانسحاب عقوبته مضاعفه. ليه الانسحاب مش كويس؟ الانسحاب معناها ان انت رحت مثلا يعني هتلعب مثلا المباراه في الامارات، سافروا الفرقتين الزمالك كده وهو بيتحرك من الفندق قال لهم يا جماعه ايه؟ انا منسحب. اول ما بدا الماتش وانسحب او بدا الماتش وانسحب او بدا الماتش وانسحب بوظت الماتش. مظبوط. لو بوظت الماتش فانت منسحب، لو اعتذرت وما جيتش وفريق جه مكانك فانت معتذر. تمام. اللائحه طبعا واضحه جدا وصريحه، فريق المعتذر بيتم استبعاده لمده سنه، الفريق المنسحب بيتم استبعاده لمده سنتين بخلاف موجوده في اللائحه. طبعا مكتوبه في اللائحه، موجوده في اللائحه. تمام. هفرق بقى بين القصه بتاعت البطوله، انت بتتكلم دلوقتي ان دي ممكن كانت تبقى بطوله مختلف. صحيح مظبوط. كان في كلام يا كابتن او مش في كلام، ده اللي كان هيتم فعلا، ان هيتلعب مباراه السوبر بشكل طبيعي والزمالك هيتم استبعادها منها. وهنستحدث بطوله جديده اسمها بطوله النخبه. تمام. اربع فرق، فيها اربع فرق، ودي ساعتها كان الزمالك يقدر يشارك فيها. لان خلاص انت كده مختلف عن السوبر، مختلف عن لائحه السوبر. ولكن اتصدم مسؤولين اتحاد الكوره ورابطه الانديه والمسؤولين بشكل عام اتصدموا، ان مش اتصدموا، ما كانوا عارفين، بس يعني ده كان مقترح غير قابل للتنفيذ. ليه؟ لان انت عشان تستحدث بطوله لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه. فانا عشان اعمل بطوله جديده بشكل مختلف لازم يكون في موافقه الجمعيه العموميه. ده طبعا ما حصلش. طب اللي اتقال ايه بقى؟ انا هقول لك برضه. اتفضل. الاهلي رفض ان الزمالك يعني. طبعا الاهلي رفض، الاهلي رفض، بس اقول لك على حاجه، وده كان سبب من اسباب اتحاد الكوره قال لك بص خلاص مش عايز مشاكل. لا لا. الاهلي رافض طبعا. الاهلي رافض. لا مش عايز مشاكل. طب ما انت هتعمل مشاكل مع الزمالك. لا القصه مش كده. هو اللي كان هيحل الموضوع وكان هيخلي الموضوع شكل كويس، او كان هيبقى زي ما بيقولوا مرضي كل الاطراف، كان بطولتين خلاص. البطوله اللي هو الزمالك انسحب منها مش موجود فيها، السوبر بطل دوري بطل، فبالتالي الاهلي خلاص. الاهلي الاهلي خلاص، انت بطوله السوبر الزمالك ما شاركش، واحنا بنعمل بطوله نخبه لاهداف تسويقيه لاهداف. وعايز اقول لك على حاجه يعني كويس قوي، احنا جبنا سيره الموضوع ده، كل التحيه لشركه برزنتيشن، كل التحيه للشركه المتحده للخدمات الرياضيه على الديل اللي اتعمل في المباراه. يعني جوائز كبيره جدا بصراحه، احنا اول ما نشوف الارقام دي. البطوله جديده طبعا. ارقام كبيره جدا. 250,000 دولار للاول بطل. تمام. و125,000 دولار للثاني. ايوه. و75,000 دولار للثالث. واللي هيشارك واللي هيشارك بس رابع 50,000 دولار. لا طبعا ارقام محترمه جدا جدا. وديل محترم بخلاف طبعا بقى الاقامه، بخلاف يعني بخلاف كل الحاجات دي. الامارات ما شاء الله في الامارات والتعاون مع مجلس الوزراء بصراحه. لا يعني كل التحيه بصراحه للمسؤولين، لان هم عملوا ديل محترم زي ما بيقولوا. فنرجع تاني لكلامنا، ان هو كان الموضوع هيتم بالشكل ده، ولكن هم لقوا ان ما ينفعش. انا النهارده ما اقدرش اعمل بطوله جديده وانا لسه ما عنديش موافقه الجمعيه العموميه. لا وفي خطا من الزمالك. انا النهارده لما اجي اعلن انا في فرق ان انا بعتز زي ما قال العراقي، ان انا بعتز، فرق ان انا بنسحب. انت فاهمني ازاي؟ فانت النهارده يعني خدت موقف في المباراه ديت ان انا ما العبش السوبر. طب ما انت كهربا لعب قدامك تاني في الـ في الـ في الدوري. انت ما لعبتش عشان كهربا صح؟ مظبوط. طب ما هو لعب قدامك في الدوري. فانت النهارده ما كانش المبرر ان انا انسحب من السوبر عشان كهرباء عشان لعيب. لا النادي اكبر من الكلام ده خالص، وجماهير والكلام ده كله الموضوع. لكن انا شايف ان السوبر، بطوله السوبر دي فقدت جزء كبير جدا من قوتها في عدم وجود الزمالك. طبعا طبعا. يعني انا بكلمك بصراحه يعني النهارده مع احترامي للاربع عندي، النهارده لما يكون اهلي وزمالك موجودين في اي بطوله، في اي بطوله مباراه وديه هتنجحها. وانا شايف ان ده كمان حتى كمان عندك اربع ماتشات النهارده، الثلاث فرق الباقيين مش فرق جماهيريه. لا وانت كان عندك اربع ماتشات، انت هتلعب اربع ماتشات، ماتشين في سيمي فاينل وماتش ثالث ورابع والماتش النهائي. فانت النهارده سيمي فاينل كان الاهلي طرف والزمالك طرف، ضمنت جماهيريه هنا وجماهيريه هنا، كل النهائي جماهيريه. كان ممكن الماتش الثالث ورابع بس. دلوقتي لا، انت عندك مثلا الطرف المباراه اللي هي الاهلي وسيراميكا هتبقى جماهيريه كبيره، المباراه الثانيه هتبقى جماهيريه قليله، والمباراه النهائيه هتبقى المباراه اللي فيها الاهلي بس اللي هيبقى فيها جماهيريه، وهيبقى جماهير من طرف واحد. طيب انت فاهم ازاي؟ طيب يعني كويس انت فتحت موضوع كهربا. ايه الجديد في قصه كهربا؟ انا سامع ان المهله تخلص 7 اكتوبر. بص يا كابتن، يوم السبت اللي جاي. مظبوط. بص يا كابتن، بس قال لك كهربا ممكن يعمل استئناف ويأجل دفع الغرامه برضه فتره كبيره. هقول لك كلام تقريبا بقوله معاك هنا للمره ال 75. وهو الكلام الجديد سبحان الله. يعني انا بقول لك رقم للمره 75 هو الجديد. الجديد ان كهربا جاي له حيثيات الحكم من ثلاث حوالي ثلاث اسابيع. في خلال ثلاث اسابيع يتم الرد ويكون في قرار بعد ثلاث اسابيع. فعلا جه القرار ويوم 7 ينتهوا ثلاث اسابيع. كهربا هيعمل ايه؟ المهله. كهربا هيعمل ايه؟ هيستأنف تاني. عادي يعني. هيستأنف تاني، عامل حق، عنده استئناف. من حق. هيستأنف يقول ايه؟ هيقول نفس الاسباب اللي قالها في ال 50 استئناف اللي فاتوا. إيه يا جماعه انا باخد فلوسي بالجنيه المصري فما بقدرش، مش هقدر اوفر الدولار. ثاني حاجه نادي قفش اللي هو كان المفروض العقوبه التضامنيه معاه رجع تاني. فبعد اذنكم
انا مش هقدر ادفع دلوقتي او عايز اقسط او عايز، وفي نفس الوقت قلنا قبل كده طلب برضو المره المليون رفض. دايما كهربا يروح لمسؤولين نادي الزمالك، مش هو نفسه يقصد وكيله يقصد او محامي بتاعه، يا مسؤولين نادي الزمالك انا عايز اقسط، كل مره نادي الزمالك بيرفض. بس انا كنت بتكلم هي عمليه ماشيه واتكرر، اللي هيحصل ان كهربا يستأنف تاني والموضوع هيتمد تاني ومستمرين، ولكن الاكيد ان كهربا مش هيتوقف. يعني كهربا اي مرحله هيحس فيها ان هو هيتوقف هيدفع فلوس فوضى. طول ما الدنيا ماشيه وعنده سماح بالاستئناف وعنده سماح بالتعطيل الدنيا ماشيه معاه كويس، هو بيكسب اكبر وقت. ان هو يعني هتقول لي هو الفلوس مش معاه، لا الفلوس معاه بس هو بيكسب اكبر وقت. فناس يقول لك طب ما في فوائد بتتحط على الفلوس، فوائد ارقامها قليله جدا جدا، وهو بالنسبه له كده كده ما هو الفلوس متشاله. يعني هو الفلوس متشاله ومعاه وما عندوش مشكله خالص وما عندوش ضرر، بالعكس هو بقى دلوقتي ممكن يجي له اعلان، ممكن لسه مستمر مع مسؤولي النادي الاهلي. يعني على فكره هو كان بيتكلم مع مسؤولي النادي الاهلي في ارقام قليله قوي، يعني الرقم اللي كان الاخير اللي هو الاهلي يعتبر مع كهربا، الاهلي ما ادالوش حاجه ولكن ساعده تقريبا باكثر من 80% من الرقم. جاب له اعلان، جاب له مش عارف شركه تسويق، يعني عمل له حاجات كتير جدا. هو عايز كمان 20% يبقوا ايه؟ فهو يبقى تقريبا ما دفعش جنيه من جيبه، هو ده اللي هو بيسعى ليه كهربا. عندي معلومه يا عراقي ان ولا كهربا ولا المحامي بتاعه ولا وكيله عرضوا على الزمالك تقسيط. في ناس استغلت دي كناحيه جماهيريه ان احنا رافضين التقسيط ومش موجود الكلام ده، انت فاهمني ازاي؟ قال لك احنا ما عرضناش على الزمالك لا اصلا التقسيط. لا انا بقول لك على التقسيط بيبات من المحامي. ما انا لسه بقول لك، بيقول لك ما حصلش الكلام ده من ساعه ما اتقال لحد النهارده، ما تعرضش الكلام ده على الزمالك خالص. بس في ناس مسؤولين كانت بتستغل ده عشان تاخد بونت عند الجمهور، عشان تقول للجمهور انا رافض التقسيط وانا لا انا لازم الفلوس تدفع كاش. ممكن يكون ده في اوقات، تعرف لو احنا بنتكلم في الكلام ده من ساعه ما كهربا كان جات له العقوبه والناس عرضوا التقسيط، انت كان زمانك خدت فلوس كهربا من بدري، انت فاهم ازاي؟ لو انت كنت وافقت، قصدي يعني لو كان فعلا الديل دوت وكانت وافقت. انا اقول لك على حاجه، مستحيل مسؤول داخل نادي الزمالك هيوافق على تقسيط عقوبه. ايوه، عشان انت النهارده سوقته جماهيريا بالقصه دي. لكن انت النهارده لو فعلا النهارده، ما هو النهارده مين طلع النهارده من النادي؟ المحامي او وكيله او كهربا طلع قال لك احنا طلبنا التقسيط والزمالك طلبوا التقسيط وبعتوا خطابات رسميه للزمالك والفيفا. لا دي بقى ما فيهاش كلام. يعني لا دي خطابات رسميه. طيب خليني اخرج فاصل اخير وبعدين نرجع نكمل تاني مع كابتن حماده انور وكابتن محمد عراقي بعد الفاصل ان شاء الله. خلينا نشوف رأي بقى كابتن حمادة أنور والناقد نادي محمد عراقي في مباراة الأهلي وإمبي وتوقعاتهم لمباراة بكرة، والمعلومات الإصابات اللي موجودة في الأهلي، الغيابات اللي هتكون موجودة بكرة، نعرف برضو التفاصيل كلها. كابتن حمادة تقول إيه على ماتش الأهلي وإمبي بكرة؟ وماتش مهم جدا للطرفين، الأهلي عايز يحافظ على بطولة كاس مصر إن هو حامل اللقب، وعايز يوصل النهائي طبعا، وإمبي عنده حاجتين، عايز يوصل النهائي وعايز يشارك في كاس السوبر، ان لو لعب وصل نهائي، لو كسب بكره وصل نهائي هيلعب كاس السوبر المصري. في فروقات كتيره يا كريم في الفتره فاتت. النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، عنده سكواد كويس قوي، نتائجه كمان سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري او المباراه قدام المصري عمل نتيجه كبيره جدا وظهر بشكل كويس. مباريات الكاس طبعا زي ما احنا عارفين يعني على طول بتشهد مفاجآت زي ما بنقول. ان بي على الناحيه الثانيه مش ماشي كويس، نتائجه مش كويسه، بيقدم عروض كويسه لكن في نفس الوقت النتائج بتاعته اتغلم الداخليه كويسة. وتعادل مع الجيش، فالنتائج بتاعته يعني حتى المباراتين مع احترامي طبعا للداخليه والجيش مش ان بي كان ناهي بشكل كويس قوي الموسم اللي فات، كان ونفس الجهاز الفني ونفس اللعيبه اللي عندهم قيد يعني مش بس نفس بس حافظ ما اشتروش لعيبه بس حافظ على نفس اللعيبه اللي نهى بيها الموسم اللي فات. لما نيجي نبص على الفرقتين اللي هو لعبهم النهارده هتلاقي السكواد بتاعهم اضعف من ان بي سواء الداخليه او الجيش. فالنهارده لما نيجي نبص الطبيعي ان امبي كان يكسب في المباراتين عمل عرض كويس واشتغل بشكل كويس. المباراه الاولى، المباراه الثانيه مش قدام الجيش، ماتش الداخليه اللي كانوا كويسين بس كان ما فيش توفيق ليهم يعني. لكن انا زي ما انا بقول لك النهارده اعمار بتاعه اللعيبه بتاعه امبي كلها صغيره،
في بعض اللعيبه كانت مصابه ورجعت اشتغلت اوفا من اللعيبه المهمه جدا في فريق انبي. زي ما بقول لك مباراه او بطوله كاس مصر بتبقى مطمع لكل الفرق ان انت بتلعب مباراه واثنين تلعب فاينل ممكن تاخد بطوله، فاكيد دي الحاجات اللي هي انبي عايز يخرج من عنق الزجاجه زي ما بنقول، ولما يجي على حساب نادي كبير زي النادي الاهلي فعايز يعمل المفاجاه وعايز ان هو يلعب زي ما انت تقول بطوله السوبر. قادر انبي ان هو يضايق الاهلي بكره او يكسب الاهلي في الكاس يا كريم؟ كل حاجه مشروعه، كل حاجه موجوده، بس انا بقول لك طبعا لا، النادي الاهلي عنده سكواد قوي محافظ. كولر خلاص بقى عارف ان هو مين افضل لعيب وعارف الفرقه المصريه وعارف يشتغل ازاي، الوجود الجماهير برضه بيفرق انت فاهم ازاي بشكل كبير وبيدي دافع كبير للانديه الكبيره. راقي معلوماتك ايه عن الاهلي بكره في مباراه انبي؟ مبدئيا كده اول معلومه، المباراه ميعادها اتغير، المباراه بقت الساعه 9 بدل 7 الساعه 7، فدي اول معلومه. استاد القاهره. رضا سليم يمكن هيغيب بكره، يمكن الجهاز الفني الراجل عايد من الاصابه ففضل ان هو برده يتم استبعاده من المباراه. يمكن زي ما قال كابتن حماده الاهلي اكيد هو الاقرب، والاهلي مع اي فريق مصري الفتره الجايه يعني بعيدا طبعا عن المباريات الكبيره يعني لو حصل اي دروب او حاجه هيبقى تقصير من لعيبه الاهلي، لان احنا شايفين لعيبه النادي الاهلي مستوى عالي جدا جدا. انت عندك دلوقتي في كل الاماكن اكتر من نجم، يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي بسهوله جدا لعيب زي مثلا حسين شحات قاعد على الدكه ورضا سليم قاعد على الدكه، بتتكلم من ناحيه ثانيه ميسي وعبد القادر، تخيل كهربا وموديس، امام عاشور واليو ديانج، لا لعيبه كتير، ممكن تلاقي لعيبه كتير جدا ولعيبه كبار جدا قاعده على الدكه. وروتيشن بصراحه كولر بيعمله كويس، فطبعا الاهلي اكيد كفته ارجح، ولكن زي ما انت قلت يا كابتن انبي اكيد عنده دوافع ممكن تكون تبان اكبر من الاهلي، تبان اكبر من الاهلي. ليه؟ لان هو عنده بيلعب على حاجتين، بيلعب طبعا على بطوله كاس مصر نفسها ان هو يصعد للمباراه النهائيه، في نفس الوقت مجرد فوزه بس مباراه على الاهلي يضمن له المشاركه في مباراه السوبر، فبالتالي تاخد مكاسب كبيره جدا جدا برده من كده. ولكن الاهلي طول الوقت دوافع جمهوره، طول الوقت دوافعه يعني حتى الاهلي برضه في ماتش سان جورج رغم انه الماتش الثاني كان كسبان الماتش الاول 3 لا كان كويسين، لا في المباراه الثانيه يعني ما كانش المستوى افضل. لا حاجة. مش قصدي ان هم واخدين الموضوع بجديه. طبعا رغم انه كسبين الماتش الاولاني 3 صحيح. صح. المنافسه يا كريم يعني اللي عراقي يتكلم فيها دي، خلي نفس اللعيبه مع بعضها جوه الفريق، وهي دي الكوره. انت النهارده لما بتخلف كل مركز لعيب واثنين النهارده بتبقى في منافسه بينهم، وهو ده ليفل كمان طبعا. طيب تعالى دي الكوره. تعالى نتوقع تشكيله الاهلي كده، الشناوي، محمد هاني ومعلول، ياسر ابراهيم وعبد المنعم، تمام، مروان عطيه، ديانج، قفشه، انا عندي معلومه ان قفشه ممكن يلعب بدل مروان بدل امام يعني، او امام ولا قفشه يعني. لا انا شايف ان امام هيلعب ممكن امام، اعتقد امام، لا اعتقد امام. امام ديانجو مروان يلعبوا ولا لا ممكن يلعبوا، اصل ده ماتش كاس، هو هيبقى قلقان برضه يعني مش هتلاقيه بيجازف. هيقول لك اجازف ليه؟ وقدام مودست يلعب ولا كهربا؟ مودست ولا كهربا؟ لا مودست ما كانش بيلعب، اعتقد هيلعب مودست. هيلعب مودست. وعندك بيرسي و بيرسي طبعا هو الفتره المدلل دي الفتره الاخيره، وحسين الشحات يعني في ظل الغياب طبعا. يعني القصه ما بين قفشه وامام، يعني واعتقد برضو امام ولا ممكن حد قاعد حل بين مروان وديانج. في وجود امام ممكن ما يلعبش باثنين ديفندرز، لان امام بيدافع كويس قوي، بيقدر ان هو يعمل زياده وبيقدر ان هو يدافع بشكل كويس، وممكن يلعب واحد بس، ممكن يلعب بمروان بس يعني، او يلعب امام وقفشه. عنده حيره بصراحه، حيره يعني بصراحه، وهو مش عايز يطول في الماتش يعني، هو هيحاول ان هو من اول مباراه يرجع بعد كده عنده يوم الاحد الاسماعيلي، بيبقى عايز يخلص الماتش بدري. والفرق الكبيره يا كريم طول عمرها كده بتنزل في اول ربع ساعه تلاقي ضغط الفريق اللي قدامه، مش عايزه يدخل معاه في الجيم زي ما بنقول. توقعاتكم ايه الماتش بكره؟ لا توقعات الاهلي هيكسب في الوقت الاصلي يعني، الاهلي هيكسب، ممكن يكسب فرق اثنين او حاجه يعني، انا متوقع كده. انبي بقى هيبقى يعني ممكن يعني لو استمر في الوقت في الاول ما دخلش فيه هدف بدري ممكن ياخر الموضوع شويه، ولكن الموضوع صعب، الفروقات كبيره جدا جدا. ماتش كاس طبعا وكل المفاجات وارده والكره فيها كل حاجه، ولكن لا يمكن يعني الفريق الاهلي السنه دي يعني مطمئن، فريق يحس كده، تحس ان انت لا اي مباراه يدخلها ممكن يكسبها. يعني هو الاهلي الاقرب، الاهلي الاقرب لاستعداداته والسكواد بتاعه. يعني لا بقول الاهلي الاقرب، العراقي الفرق اثنين زي ما احنا بنقول. لا النتيجه لا انا بقول ممكن تبقى اكتر كمان، أكتر على مستوى انبي الفتره اللي فاتت. لا انا بقول ان ممكن الاهلي اكتر. طيب خليني اكلمكم في عمر كمال عبد الواحد، هو حديث الساعه، مستواه ما شاء الله مع فيوتشر بيأدي بشكل كويس، عقده هينتهي السنه دي. انا قلت خبر امبارح والنهارده، امبارح قلت الاهلي وبيراميدز مهتمين جدا بعمر كمال عبد الواحد، والنهارده عرفت كمان من ده نادي الزمالك ان الزمالك كمان مهتم جدا بعمر كمال عبد الواحد، وفي احد المسؤولين في الزمالك اتصل بعمر. صحيح. وعمر ابدى رغبته في اللعب النادي الزمالك. سواء عمر كمال يا كابتن كريم موضوع مؤقت طبعا، كلنا عارفين قصه الزمالك، ولما الزمالك كده خلاص الموضوع ده انتهى والكلام كان انتهى، بس يعني ليه ابعاد في القصه دي.
ان دلوقتي العلاقه اللي كانت يعني قبل كده مع عمر كمال ما كانتش مظبوطه، ولكن دلوقتي مع المجلس الجديد ممكن الدنيا تتغير. ولكن قصه عمر كمال في الاهلي مرت باكثر من منحنى. عمر كمال كان في وقت من الاوقات هو المطلوب رقم واحد في الاهلي، في الاهلي مطلوب رقم واحد في وقت من الاوقات. الاهلي كان متارجت اكثر من 3 4 لعيبه من فيوتشر، كان على راسهم عمر كمال عبد الواحد. ولكن بتعاقد النادي الاهلي مع خالد عبد الفتاح وتالق محمد هاني واقتراب عوده ساعتها يعني، واقتراب عوده كريم فؤاد واكرم توفيق، خلى اداره النادي الاهلي تقول لك هروح اجيب عمر كمال عبد الواحد. اه وفي حاجه ثانيه مهمه، عمر كمال عبد الواحد بيلعب ظهير وبيلعب طرف، فلو مش هستخدمه ظهير كان ممكن استخدمه طرف. في نفس الوقت تالق ميرسي تاو وتالق حسين الشحات اللي هم بيلعبوا في مغربي. فبالتالي الاهلي قال لك ايه بعد ما كان عايزه جدا، قال لك لا ده احنا هنعمل نفسنا مشكله وزحمه وهتروح تدفع رقم كبير، لان كان ساعتها على قوه فيوتشر طالب هيطلب فيه رقم كبير جدا. ايه اللي اتغير دلوقتي؟ لا حاجات كتير اتغيرت. اول حاجه زي ما انت قلت يا كابتن بقى لعيب فري، يعني عمر كمال عبد الواحد لا هو مش دلوقتي، ايوه اتوقع لحد يناير او في الاخر يجي اخر السنه، ما انا بتكلم على السنه الجديده يجي اخر السنه ببلاش. ادي واحد، يعني انت جبت لعيب ببلاش تمام. اثنين دلوقتي الاقتناع بخالد عبد الفتاح قل قوي، يعني خالد عبد الفتاح كان بادي الدنيا كويسه قوي، خالد متعور كان عنده لا بس هو حتى على المستوى الفني الاقتناع بتاعه قل. في اقتناع طبعا بمحمد هاني، اكرم توفيق خلي بالك ممكن بيلعب مساك برضه، لا بس هو الاساس ان هو كان جاي زهقان. ايوه يعني بس دلوقتي هيبقى في زحمه ناحيه اليمين، في محمد هاني وكريم فؤاد راجع واكرم توفيق راجع، مش مقتنع بيه قوي في قسم المساك برضه. يعني بس المساكين انت عندك اصابات كتير قوي في المساكين، هيلعبوا متوالي متعور، رامي ربيعه بيتعور. يعني اقصد يا كابتن ان مش خالد عبد الفتاح اللي هيخلي اداره النادي الاهلي تقول لك ما تجيبش عمر كمان، ده اللي اقصده. كان في وقت من الاوقات ممكن، دلوقتي لا. فدلوقتي محمد هاني هو اللي موجود تمام، خالد عبد الفتاح ما فيش اقتناع كبير ان هو اللي يسد. عندك اكرم توفيق الكلام التفكير دلوقتي الكبير ان هو لما يرجع ان شاء الله يرجع فين؟ في مركز الديفندر، يعني يكون متواجد في الديفندر. وكده كده كريم فؤاد جوكر بيلعب برده جناح، فبالتالي انت بتتكلم برده في 2 3 لعيبه لا يجي وبدل بلاش يجي. أيه. يعني هو وعمر كمال عبد الواحد برده في الميزه بتاعت فتوح شخصيه يا كريم، اللعيبه الدوليه عشان ما تقلش الفريق اللي قدامك. فالنهارده انا ممكن استخدم عمر كمال عبد الواحد حتى لو يعني ما شاركش او ما ظهرش. من وجهه نظركم لو في 3 عروض انا شايف ان الزمالك وبيراميدز، انا عمر نفسه المعلومه اللي عندي المعلومه اللي عندي عمر كمال عبد الواحد الاهلي يروح الاهلي؟ يروح الاهلي، هو عايز يروح الاهلي، هو عايز يجي الاهلي. انا بتكلم لو هو بيفكر صح هيلعب، هيلعب في الزمالك. الزمالك لو هو هيلعب، خلي بالك هو في الاهلي زي ما قال عنده منافسه، النهارده عنده منافسه وممكن يلعب ممكن ما يلعبش، والفلوس هتلاقيها قريبه. لكن انت النهارده هو في الزمالك هيلعب، في الزمالك هيلعب وهيبقى متواجد، وخصوصا ان عمر دلوقتي في سنه دوت ومش عايز يبعد عن منتخب مصر، مش عايز يقعد، مش عايز الكلام ده كله. فمين المكان اللي يقدر ان هو يخلي عمر يلعب ومكانه فاضي؟ يقدر ان هو يبقى في الزمالك لو هو فكر يعني. طيب سريعا عايزين تقولوا ايه على معسكر المنتخب الاول ومعسكر المنتخب الاولمبي وماتشين والدين للمنتخب الاول مع زامبيا والجزائر 12 و16 اكتوبر، وفي نفس التوقيت برضو ماتشين والدين للمنتخب الاولمبي مع الاردن في مصر وبعدين اوزباكستان في اوزباكستان. يعني نمسك الخشب الاول، المنتخبين دول الحمد لله ماشيين بشكل كويس قوي في الفترات الاخيره، بخلاف طبعا مباراه تونس الاخيره، يمكن دي يعني عارفين كواليسها وعارفين يعني ايه اللي حصل فيها. ولكن المنتخب اكيد حابب من المعسكر ده ان هو يستعيد الثقه بعد المباراه دي. مباراتين وديتين، ولكن خلي بالك ماتشين مهمين وجامدين طبعا. انت بتلعب الجزائر، استعداد لامم افريقيا طبعا. لا خلاص امم افريقيا بتلعب الجزائر، ما عندكش غير معسكر واحد كمان في شهر 11 وخلاص. مظبوط. والجزائر لما نيجي نصنفها هنتكلم يعني ثاني او ثالث افضل فريق في افريقيا، فبتتكلم في مباراه قويه جدا جدا. فبالتالي وديربي وجماهيريه وطول الوقت الجزائر مصر والجزائر في الكوره بيبقى فيه حساسيه كبيره. فبالتالي لا، مباراتين مهمين جدا ومعسكر مهم، وفيتوريا مركز جدا وهيبان حتى في اختياراته اللي هيكون فيها مفاجآت كتير جدا خلال الفتره اللي جايه. في مفاجآت، في مفاجآت، في اختيارات، يعني لعيبه ما جاتش قبل كده، في لعيبه هتكون ما جاتش قبل كده، وفي لعيبه جت وما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت وهترجع تاني. بالنسبه للمنتخب الاولمبي برده نفس الكلام، الحمد لله برده المنتخب قدر يصعد للاولمبيات ان شاء الله باذن الله، يستعد بشكل كويس لان برده المحفل الاولمبي هيكون صعب عليهم. وبس احنا كلنا ثقه في ميكالي كابتن وائل رياض كده خلاص، يعني مهمته انتهت مع المنتخب خلاص الاولمبي خلاص، ومسك منتخب 2005 مظبوط، ساب المنتخب الاولمبي تماما ومسك منتخب 2005. وميكالي فعلا مش عايز حد مكانه في المنتخب الاولمبي، قال لك يعني مش يعني دي فيها حد. كلام لسه فيها كلام، ولكن كان ميكالي معروض عليه اساسا المنتخب وهو رفض. يعني ميكالي كان في كواليس كان هو معروض عليه، ولكن يعني لاسباب بقى هو الراجل عارف برضو بعد الاولمبيات ممكن يجي له عروض ثانيه، فما حبش ان هو يربط نفسه قبلها. ولكن ميكالي يعني مع المنتخب ان شاء الله باذن الله في الاولمبيات. منتخب الاولمبي كابتن حماد انور تحب تقول ايه على المعسكر المنتخب؟ يعني طبعا زي ما قال عراقي المنتخب الاول ماتشين مهمين جدا. اتمنى كمان يا كريم، انا شايف الفتره دي السوشيال ميديا ظاهره ان الجماهير ما فيش اقبال على
المباراتين هناك. اتمنى الجماهير المصريه والجماهير تحضر في الامارات. اتمنى يعني زي زي ما بنشوف كده الاستاد في مباراه اهلي وزمالك هناك والسوبر بيبقى مقفول. اتمنى طبعا محمد صلاح والاسم مباراه الجزائر كبير ومباراه الجزائر مصر والجزائر لا كانت مصريه كبيره في الوقت كان ماتش زامبيا هتلاقي فيه اتمنى يبقى الاقبال. وفيتوريا مركز زي ما بيقول عراقي في المعسكر ده كريم عشان يعوض بيه المعسكر اللي فات. احنا شفنا المعسكر اللي فات كان فيه رغي كتير وفي كلام كتير. الراجل مركز جدا. مباراتين مهمين في الامارات في ملاعب كويسه. نفس القصه ملعب عز بن زيد في العين. طبعا نفس القصه. ميكالي ماشي بشكل كويس مع المنتخب الاولمبي بثبات. وانا اتبسطت ان هو خلاص هو مركز مع المنتخب الاولمبي ما خدش منه منتخب 2005 ممكن يشتته شويه تبقى نتائجك سلبيه الفتره اللي جايه. انا اتبسطت ان هو موجود ومركز مع المنتخب الاولمبي كده. منتخب 2005 كابتن وائل رياض زي ما قلنا امبارح، و2008 كابتن احمد الكاس. في منتخبات ثانيه هيتم تشكيلها بس لسه في 2007 لسه في يعني اكتر من اسم مفضله ما بين بعض. كابتن طارق السيد موجود. السيد معوض اعتقد موجود عنده كاس عالم 2007 السنه الجايه هيتم تكوينه يعني خلال فتره. بشكركم شكرا جزيلا، استمتعت معاكم جدا. حوار حلو واخبار وكواليس من كل حته في الرياضه المصريه. بشكركم شكرا جزيلا. انا محمد عراقي، كابتن حماده انور بشكرك شكرا جزيلا. ونتقابل على خير ان شاء الله الحلقه بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. محمد عراقي وحماده انور، وبشكر كل طاقم العمل. وبكره بقى احنا بكره عندنا استاذ احمد القصاص ان شاء الله، وكلام عن دوري المحترفين تفاصيل كلها ودوري القسم الثاني. وكمان بكره هنتكلم عن مباراه الاهلي وامبي هتكون اتلعبت ان شاء الله، وهناخد بقى بكره نشوف ايه اللي هيحصل. اهلي هيكسب امبي هيكسب، هنعرف بكره ان شاء الله في حلقتنا في كوره كل يوم بكره باذن الله. اشكركم، تصبحوا على خير.